السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على النوع الثالث من التيتريشنز اللي هي الكومبلكس فورميشن تيتريشن أو بنسميها كومبلكس متريك تيتريشن. احنا سبق واتكلمنا على الأسيد بيز أو النيوتراليزيشن تيتريشن واتكلمنا عن الاكسبتيشن، والنهاردة بنتكلم على الكومبلكس متريك. ودول الثلاث أنواع ما بيحصلش فيهم أي انتقال إلكتروني، ويفضل معانا نوع رابع اللي هو بيحصل فيه إلكترون ترانزيشن اللي هو الاكسديشن ريدكشن. طيب كلامنا في الكومبلكس فورميشن تايتريشن هيتضمن بعض العناصر. اول حاجه اللي هي الكومبلكس فورميشن، يعني ايه كومبلكس اصلا وايه الفورميشن. والنقطه الثانيه اللي هي الكلاسيفيكيشن اوف ليجند، ايه الليجند ديت عباره عن ايه وايه دورها او ايه علاقتها بالكومبلكس فورميشن دي. وهنتكلم عن الاستابيليتي اوف كومبلكس، وهنتكلم كمان عن التايتريشن نفسها اللي هي الأساس عندنا. احنا عشان ندخل للتايتريشن involving monodentate ligands أو polydentate ligands، هنبتدي أول حاجة نتكلم عن المقدمة، بنوضح فيها يعني ايه ligand، يعني ايه complex، وايه درجة الثبات بتاعته. آخر حاجة طبعا اللي هي titration involving polydentate ligands. complex metric titration هي عبارة عن ايه، او complexation titration هي volumetric method. احنا متفقين ان احنا titration يعني ايه، يعني volumetric method based on the formation of a slightly dissociated soluble complex، معتمدة على تكوين slightly dissociated ايه soluble complex، تكوين complex يعني. طيب يعني ايه برضو بصيغة معادلة، يعني انا light unknown هحط عليه titrant من البيورات هيتفاعل معاه ويديني product. تمام، ايه البرودكت وايه الانالايت؟ الانالايت في حاله كومبلكس متريك تايتريشن بيكون الانون بتاعنا بيكون ايه، بيكون ميتال اين، يا اما داي فالنت، يعني الان بتاعته دي اما 2 3 4 ايا كان. كويس. طيب في الاغلب الكومبلكسيشن تايتريشن ما بتصلحش للعناصر المجموعه الاولى، الميتالز بتاعه المجموعه الاولى اللي هم مين، اللي هو صوديوم بوتاسيوم المنيوم صوديوم بوتاسيوم الليثيوم، المجموعة الأولى كلها يعني. طيب مين بقى اللي بعمله أو بتعرف عليه عن طريق الكومبلكسيمتريك تايتريشن؟ بقى إيه كل الفلزات، كل الميتال أيونز الموجودة فين؟ في الجدول الدوري ما عدا جروب 1. خلاص؟ طيب الميتال أيون يعني إيه؟ يعني ميتال ومشحون، يعني مش الميتال نفسه، يعني مش هقول كالسيوم بس، لكن هقول إيه؟ كالسيوم أيون اللي هو مين؟ هو كالسيوم اللي هو موجب 2 اللي هو جزء من ملح مثلا، وليكن كالسيوم صلفيت مثلا، كالسيوم فوسفيت ايا كان. ماشي، فمين اللي هنا اللي انا هعينه؟ هعين الكالسيوم. انا لو عينت الكالسيوم ابقى عينت الصلت كله، لان الكالسيوم مع الصلفيت متحدين مع بعض بنسبه 1:1. فاذا عينت ده يبقى اذا عينت ايه، اقدر اعين الملح كله. كويس. طيب بعينه ازاي بقى؟ بحضر منه او بفعله مع مركب يتحد معاه بس بيكون معاه ايه، كومبلكس كومباوند. ايه كومبلكس بقى ده؟ عباره عن سنترال ميتال ايون اللي هو الميتال مرتبط مع ماتيريال تانية، سبيشيز تانية. السبيشيز التانية دي ليها شروط معينه في تركيبها، ولازم تحتوي على الاقل على زوج من الالكترونات، لازم على الاقل زوج واحد من ايه، من الالكترونات الغير مرتبطه، علشان هي دي اللي هترتبط بيها في بكوردينيت بوند مع مين، مع الميثال اين. كويس. طيب ليه الليجنت ده او الماتيريال دي او السبيشيز دي هتدي الكتروناتها للميثال اين؟ هي عندها اكسس من ايه، من الالكترون. طب اللي بيدي الكتروناته ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن لويس بيز. يبقى هنا ايه الليجنت ده act as a base زي لويس ايه بيز. طيب والميتال هو ميتال اين، يأكت as ايه، as لويس اسيد. فالحقيقه الكومبلكس بيتكون من حاجتين اساسيين اللي هي السنترال ميتال اين اللي هو عباره عن لويس اسيد، او بنقول عليه الكترون بير اكسبتور، والجزء الثاني اللي هو مين، اللي هو الليجند اللي هو ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثه، يعني ممكن يكون عدد من السبيشيز اللي هتتحد مع الميتال اين، وشرط ان هي او بسميها ليجند، بسميها لويس سبيس، بسميها الكترون بير دونر. الشرط الاساسي فيها ان تكون عندها ايه، الكترون بير.
والميتال طبعا هو ميتال ايون، بطبيعه الحال هو عنده نقص في الالكترونات، عنده ديفيشنسي في الالكترونز. كويس. الناتج اللي بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي كوردينيت كومباوند او كوردينيشن كومباوند اللي هو بنسميه كومبلكس. المركب ده اللي ناتج عندي الاساسي فيه الرابطه ما بين الاثنين دول هي رابطه ايه؟ رابطه كوردينيت. كويس. ممكن تكون رابطه واحده او اثنين او ثلاثه، لو هي واحده وده نادر يعني يبقى الكوردينيشن نمبر هو عدد الروابط اللي هي واحده. طب لو كانوا اثنين يبقى الكوردينيشن نمبر اثنين، لو ثلاثه يبقى كوردينيشن نمبر ثلاثه، وهكذا. تمام. بنقول هنا الكيميكال بوند between المتال ion the metal ion and the ligand is called coordinate bond. يبقى الرابطة اللي اتكلمنا عنها دي coordinate ايه؟ coordinate bond. And formed by sharing. بتتكون ازاي؟ sharing a pair of electron from ligand، من الليجند اللي هي الماتيريال او السبيشيز اللي عندها الكترونات زيادة، to an empty ايه؟ an empty orbital of metal ion، مكان فاضي فيه المتال ion. طيب طيب ايه هي بقى الناتشر اوف اكسبتور اتوم؟ هو ايه اللي عندنا اللي احنا بنتكلم عنه؟ هو الميتال ايون. يبقى الميتال ايون هو ده الاكسبتور، اللي هو مين؟ زي ما قلنا اللي هو لويس ايه، اللي هو لويس اس، اللي هو الميتال ايون. يبقى طبيعه الميتال ايون دي هتكون عامله ازاي؟ must have a vacant orbital، لازم يكون عنده مدار فاضي، to accept electrons او الكترون بيرز فروم ايه؟ فروم الليجنت، اللي هو مين الليجنت ده؟ اللي هو اللويس ايه؟ لويس بيز. طيب يكون في ايه؟ في مدار فاضي. طيب ماشي. The number of bonds between the central metal ion and the surrounding ligand is called a coordination number. يبقى هو عدد ايه؟ عدد الروابط اللي حوالين مين؟ اللي حوالين السنترال او السنترال متر. طيب تعالوا نشوف أمثلة أسهل حاجة. عندي السيلفر، سيلفر إيه؟ ده ميتال أيون، عنده شحنة موجبة يبقى إيه؟ مادام شحنة موجبة يبقى لويس أسيد، وهيتفاعل مع الأمونيا، الأمونيا اللي هي إيه؟ اللي هي NH3 اللي هي عندها لون بير أوف إلكترونز، لون بير أوف إلكترون يعني عندها كثافة إلكترونية عالية، يبقى ده عنده مكان فاضي ودي عندها إلكترونات فممكن إيه ترتبط. اللي بيحصل ان هي بترتبط باتنين، السيلفر بيرتبط باتنين من مين؟ من الامونيا، فبيديني سيلفر امونيوم NH3 الكل اتنين وعليها شحنة موجبة، لان الامونيوم زيرو تشارج ولكن السيلفر بوزيتيف 1، فيبقى الشحنة الكلية هتكون ايه؟ هتكون بوزيتيف 1. تمام. الكوردينيشن نمبر اتنين، ايه هو الكوردينيشن نمبر؟ هو عدد الروابط اللي ارتبطت بمين؟ بالسنترال ميتال اين، اللي هي كام؟ اللي هي اتنين. طيب نشوف مثال تاني. نيكل اين، نيكل ان اي وعليه بوزيتيف 2، هيتفاعل مع 4 كلورايد اين. كلورايد دي ممكن تكون صوديوم كلورايد مثلا، بس الصوديوم مش هيدخل في الموضوع، لكن الكلورايد هو اللي هيتفاعل او هو اللي هيتحد مع مين؟ مع النيكل. فبيديني ايه؟ بيديني نيكل تترا كلورايد مع 4 كلورايد. طب تيجي نبص لها كده كويس، الشحنات من ناحيه الشحنات يعني، عندي كلور كل واحده كلورايد عليها سالب واحد، ف4 يبقى سالب كام؟ سالب 4، والنيكل موجب 2، يبقى الشحنة الكلية هتكون كام؟ هتكون سالب 2، يبقى هيديني أيون سالب الشحنة عنده 4 من الكلورايد مرتبطين مع وحدة نيكل، يعني الكوردينيشن نمبر بتاعه كام؟ بأربعة. طيب برضو مثال تاني، النيكل نفسه بس مع سيانايد، هيتحد برضو مع 4 سيانايد هيديني نيكل وبعدين سي ان الكل 4، ولازم يتحطوا ما بين قوسين كده، دي كانت غلط، نيكل سيانايد كل 4 برضو نفس الفكره زي مين؟ زي الكلورايد. سيانايد ليه حطيته بين قوسين والكلورايد لا؟ الكلورايد ده عنصر واحد، لكن السيانايد دول عنصرين مكونين لمين؟ لايون واحد. تمام. فبرضو هنا ايه بيحصل؟ كوردينيشن بوند، وعندي كام بوند؟ 4 بوند. طيب الحديد ممكن يتحد مع كام؟ مع 6، الحديد الثلاثي بيتحد مع 6 فلورايد اين ويديني اف اي اف 6 اول باي 3، كل الشحنه بتاعتهم كام؟ كل الشحنه ب3 سالب. ليه 3 سالب؟ لان انا عندي هنا 6 6 سالب بتوع الايرون، بتوع الحديد، بتوع الفلورين او الفلورايد يعني، والحديد عنده موجب كام؟
موجب 3 يبقى سالب 6 موجب 3 يبقى سالب 3. بس الكوردينيشن نمبر كام؟ حسب عدد الروابط اللي حوالين مين؟ حوالين الحديد اللي هم كام؟ اللي هم 6. طيب الاستراكشر لما يكون عندي كوردينيشن نمبر 2 يبقى احسن حاجه بالنسبه لهم ان يكونوا ايه بينهم وبين بعض الرابطتين بينهم وبين بعض زاويه قي، تمام؟ يعني زاويه سوري زاويه 180 درجه يعني. يعني عندي يبقى السيلفر في النص واتحد معاه وحده امونيا من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه برضو ايه وحده امونيا، والزاويه بينهم وبين بعض كام؟ 180 درجه، والشكل بتاعه هيبقى لينير. طيب النيكل، النيكل وهو عشان بس ايه يعني تبقى الصورة يعني قريبة مننا شوية، هو في الأغلب الأحيان بيكون الكوردينيشن نمبر ضعف الشحنة بتاعت مين؟ بتاعت المتر. يعني النيكل كانت شحنته موجب 2، فغالبا مش دايما بس في أغلب الأحيان بتكون الكوردينيشن نمبر بكام؟ بأربعة. الحديد هنا كان ثلاثي يبقى الكوردينيشن نمبر كام؟ 6، 2 في 3 ب6. لكن دي مش قاعدة يعني، دي بس بتلاحظ في معظم الأحيان لكن هي مش قاعدة عامة. كويس كده؟ طيب النيكل ممكن يعمل مع الكلورايد كوردينيشن نمبر 4 ويطلع الاستراكشر بتاعنا بيكون تتراهيدرال. تتراهيدرال ازاي شكله؟ اللي هو رباعي الأوجه، بتبقى النيكل في المركز هي السنترال أيون، وبعدين عندي هنا إيه؟ الكلورايد واخد شكل ايه اللي هو رباعي الاول، هو زاوية بتكون حوالي 109 يعني درجة، تمام؟ وده تتراهيدرو. في نفس الوقت النيكل سيانايد ممكن يعمل لي ايه؟ يكون شكل تاني سكوير بلانر، بس برضه كورديشن نمبر 4. السكوير بلانر يبقى النيكل في النص وحواليه مربع اللي هو ايه شكل مربع يعني، على رؤوس المربع دوت مين؟ مجموعة السيانايد. ومسكن في النيكل برابطة كوردينيت بوند، الزاوية بينهم بتكون زاوية 90 درجة، تمام؟ الأوكتاهيدرال ستراكشر بتاع الحديد بيبقى عبارة عن زي السكوير بلانر كده، بس فيه كمان زاوية رابطتين إيه في الوضع العمودي على البلين، فبيكون الأوكتاهيدرال، تمام كده؟ هو المهم عندنا إيه؟ مهم عندنا إن إحنا نعرف إنه في تفاعل بيتم ما بين الميتال أيون والليجند، وإنه بينتج عنه كومبلكس، والكومبلكس ده مميز بعدد روابط معينه كوردينيت بوند، وعدد الروابط او الكوردينيت بوند دي اللي بنسميها ايه؟ بنسميها كوردينيشن نمبر. ده بالنسبه للميتال سنتر وعرفنا قصته. طب والليجند؟ طبيعه الليجند انه يكون عنده ايه؟ عنده الكترونات، بس هي الفكره كلها ان يكون عنده الكترونات يقدر يشارك بيه. خلاص يبقى هو اني موليكيول ممكن يكون ايون، ion contain donor atom محتوي على donor atom زي النيتروجين او الاكسجين او السلفر، خلاص that having unshared electron unshared عندها على الاقل لون بير من الالكترونات مش مرتبط، ولو ion يبقى بالتاكيد مش هيكون positive ion، هيكون ايه؟ هيكون negative ion او anion، تمام؟ يبقى إذا إن طبيعة الليجند إن هو يكون إيه محتوي على دونر أتوم، والدونر أتوم دي إيه قصتها؟ دونر أتوم يعني عندها إلكترونات تعمل لها دونيشن تديها، إلكترونات تديها يعني إيه؟ يعني عندها على الأقل زوج من الإلكترونات غير مرتبط، موجود عندها بس إيه مش مرتبط، تمام؟ طيب الليجند الحقيقة بنصنفهم أصناف مختلفة على حسب إيه؟ على حسب طبيعتهم وتركيبهم. فالليجند عندي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون يوني دنتيت او بنسميها مونو دنتيت. يعني ايه مونو دنتيت؟ يعني احاديه السنه. يعني ايه احاديه السنه؟ يعني ترتبط بربطه واحده بس، هو ممكن ترتبط باثنين، مستحيله ترتبط باثنين من نفس الاتوم، لكن نفس ايه؟ لكن من نفس المركب ممكن، تمام؟ تعالوا نبص كده على الامثله بتاعتنا. الامونيا ال NH3 هي عباره عن ايه؟ N وثلاثه بروتون ماسكين فيها او ثلاثة هيدروجين ماسكين فيها، وعندها لون بير من الالكترونات، فتقدر ترتبط من خلال اللون بير من الالكترونات وتعمل كام رابطه؟ هي رابطه واحده بس، هي كوردينيت بوند هترتبط بالاثنين بتوعها مع المتر، خلاص. الميه، طب الميه عندها كام لون بير من الالكترونات؟ عندي ال H2O الاو وماسكه في اثنين
هيدروجين في شكل واخد البنت شيب او الفي شيب، والاكسجين عندها ايه؟ زوجين من الالكترونات. طيب يا ترى هل تقدر تعمل ربطتين؟ يعني هل ينفع انه ده ان الزوج من الالكترونات ده يمسك مع ميتال وده يمسك مع ميتال تاني، او هل ينفع ان هما الاثنين يمسكوا مع نفس الميتال؟ لا ما ينفعش خالص. كويس، ما ينفعش غير ان هي تمسك ايه؟ ربطة واحدة بس، هي قدامها فرصة واحدة بس تمسك بايه؟ بميتال فقط، لكن ما تمسكش بالتانية. يعني وهي هتحمل شحنة موجبة كده، فهي ما تقدرش تعمل كده، لانه ايه؟ لانه الاكسجين السالبية الكهربائية بتاعته عالية، فما يضحيش بالسهل كده، فاهم؟ هو هيعمل ايه؟ مساهمة بزوج من الالكترونين. فحتى المية كمان تعتبر ايه؟ مونو دنتيت. مونو دنتيت يعني ايه؟ يعني تدي لون بير واحد بس من ايه؟ من الالكترونين. وان دونر سنتر، وان الكترون بير، مع ان هي عندها اتنين لكن هي مش تقدر تشارك غير بواحدة بس. تمام؟ طيب الكربون مونوكسيد اللي هو سي تريبل بوند او، ممكن يكون فيه هنا ايه؟ لون بير من الالكترون، وهنا برضو عندها لون بير من الالكترون، وممكن يكون الاستراكشر بتاعه برضو عامل اشكال مختلفه، يعني انتوا واخدينها في الريزونانس استراكشر، لكن هو ممكن يرتبط من الكربون، ممكن يرتبط من مين؟ من الاكسجين. لكن الحقيقه لو ارتبط من الكربون مش هسميه ايه؟ كومبلكس، هسميه اورجانو ميتاليك كومباوند. لو ارتبط من الاكسجين يبقى ايه؟ يبقى كومبلكس. يبقى كده يعمل كومبلكس، لكن من هنا كده يعمل ايه؟ اورجانو ميتاليك، وده مش موضوع. ماشي، وده مش موضوعنا خالص. اتفقنا؟ طيب دول لو لاحظنا الامونيا الووتر الكربون مونوكسيد كلهم ما لهمش ايه؟ شحنات، كلهم نيوترال موليكيول. طيب احنا اتفقنا ان هو ممكن يكون موليكيول او ايه؟ ممكن يكون ايون، بس ايون لازم يكون انايون يعني سالب الشحن. طيب زي مين؟ زي الاو اتش ماينس، الهيدروكسيد، السيسيانيد، السيانايد، الفلورايد، الازايد والايه؟ والنيترايد. كل دي ممكن تمسك بس بربطه واحده فقط. طب ما السلفر دي عندها الكترونات والنيتروجين عندها الكترونات، ما ترتبطش بالاثنين؟ لا ما ينفعش ترتبط بالاثنين. لو عندي ميتال هيرتبط بالاثنين كده هيعمل لي ايه؟ حلقه رباعيه، ودي انستيبل، يبقى يمسك هنا يمسك ايه؟ يمسك هنا، ما عندوش فرصه واحده بس، يمسك مع السيانايد طيب هيفضل مين عن مين؟ دي ليها عوامل اخرى بتاثر عليها مش موضوع. كويس، في نوع تاني من الليجند اللي احنا بنسميه مالتي دنتيت ليجند. مالتي دنتيت يعني ايه؟ يعني متعدد الاماكن، متعدد السنترز، له اكتر من سنتر، مش نفس الاتوم لكن عنده اكتر من اتوم. كويس، يبقى عنده اكتر من مركز ممكن يرتبط بيه مع نفس الميتال. يبقى هاف ايه؟ يبقى هاف مور ذان وان دونور سنتر، او بنسميه كيليتنج ايجنت. بايجنت ايه؟ مخلبي. يبقى الريجنت عندي ويمسك ايه؟ مع الميتال كانه مخلب بيمسكه من ناحيتين. كويس، فبنسميه كيليتنج ايجنت. فالمالتي دنتيت ليجنت او الكيليتنج ايجنت ممكن يمسك من عنده مركزين، ممكن يكون ثلاثه، ممكن يكونوا اربعه، ممكن يكونوا خمسة، ممكن يكونوا ستة، على حسب ايه؟ المراكز اللي موجودة عنده. تمام؟ هو عبارة عن ايه تاني نقدر نعرفه؟ ان هو organic ligand contain two or more donor groups per molecule، عندهم اكتر من ايه؟ من جروب. مثال عليها اللي هو ايه؟ اسهل حاجة الاسيلين داي امين bidentate ligand، عنده ايه؟ اتنين مركزين bidentate، يعني عنده ايه؟ اسيلين داي امين اهو، اسيلين مجموعة اسيلين CH2 CH2 2 NH2، يبقى هنا ايه؟ ماسك ايه؟ من اتنين. ده ممكن النيتروجينة دي ممكن تعمل بوندنج مع كبر، وممكن النيتروجينة دي كمان تعمل بوندنج مع ايه؟ مع كبر ايون. كويس؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني نفس الموليكيول ده اللي هو موليكيول واحد بس، اللي هو عبارة عن ايثيلين داي امين، عمل ايه؟ ارتبط مع الميتال من اتنين نيتروجين، من اتنين ايه؟ سنترز. فسميناه ايه؟ فسميناه باي دنتيت ليجند. تمام؟ طيب ممكن يكون عندي ايه كمان؟ ممكن يكون عندي ليجند عنده ثلاث مراكز،
زي مين؟ زي تراي إيثيلين تترامين، ده رباعي كمان. لا ممكن يكون عندي ايه؟ ممكن يكون عندي الثلاثي. يعني ازاي؟ يعني عندي كده ممكن يكون ادي هنا الإيثيلين ديامين، ادي هنا ان اتش 2 وهنا ان اتش بس، تمام، وماسكه في كمان جزيء تاني ايه؟ يبقى ده داي إيثيلين تترامين ان اتش 2. فده هنا مركز عندها لون بير، ودي عندها لون بير، ودي كمان عندها لون بير، فممكن الثلاثه دول يمسكوا مع ايه؟ مع متر. فاصبح ده ايه؟ عنده ثلاث مراكز، يبقى تراي دنتيت. طيب ممكن كمان ازود عليها، اشيل وحده هيدروجينه من هنا وازود، او من هنا خلينا نزود، شيل وحده هيدروجينه من دول وازود كمان مجموعه ايثيلين، دخلنا كربونه وهنا برضو ايه؟ ان اتش 2، فاصبح كمان عندي ايه؟ مركز رابع. وهكذا، يعني ممكن يكون مركب واحد عنده اكتر من ايه؟ من مركز. فلو عنده اكتر من مركز ويقدروا يعملوا حلقه اللي هو كيليت، والحلقه دي تكون ستيبل، امتى اقول ان الحلقه دي ستيبل؟ لو كانت الحلقه خماسيه او سداسيه. هي هنا ايه اخبارها؟ هنا ادي واحد اتنين، يبقى ادي الميتال، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، دي حلقه ايه؟ حلقه خماسيه، تبقى ستيبل مقبوله. كويس. طيب من ضمن المركبات كمان حاجه تانية بنسميها ايثيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد، اللي هي الايديتا، ودي اشهر عمليه التيتريشن، اسمه ايه؟ ايثيلين هناخد منها حرف الاي، داي امين داي تترا اسيتيك اسيد، سميناها ايديتا بناء على ايه؟ على التسميه دي. طيب ده شكله ايه ده؟ ده عبارة عن مركب سداسي، سداسي السن او سداسي الايه؟ المراكز. شكله عامل ازاي يعني الاستراكشر بتاعه؟ ممكن نرسمه مع بعض كده. هو ايه؟ ايثيلين، يبقى هنا عندي CH2، ادي مجموعة الايثيلين. داي امين يعني في هنا نيتروجينة، وهنا ايه؟ ان المفروض ان اتش 2 ان اتش 2، بس في لسه ديريفاتيف. تترا اسيتيك اسيد يعني في اربعه ايه؟ بدل اتش 2 هنا واتش 2 هنا، دخلنا هنا ايه؟ تترا اسيتيك اسيد، يعني دخلنا هنا مجموعه اسيتيك اسيد، مجموعه اسيتيك اسيد، مجموعه اسيتيك اسيد، ومجموعه اسيتيك اسيد. بقت حطيت هنا سي اتش 2 سي او او اتش، وهنا برضو سي اتش 2 سي او او اتش، نفس الكلام في المجموعة في الجزء الثاني، هنا CH2 COOH وهنا CH2 COOH. ده ايه ده؟ كبر الموضوع صح؟ ادي إيثيلين وهنا دول مع بعض اللي هما بنسميهم ايه؟ داي أمين، يبقى جي وجي كده اللي هما داي أمين، ماشي؟ والمجموعة دي والمجموعة دي والمجموعة دي والمجموعة دي اللي هي الايه؟ اسيتيك اسيد. طب عندي كام واحدة؟ عندي أربعة تترا، يبقى ايثيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد اللي هي ايه؟ اللي هي الايديتا. ايديتا، ماشي؟ طيب دي ليه هيكسا دنتيت؟ هيكسا دنتيت تعالوا نبص كده كام مركز عندها، المراكز اللي بتعمل بوندنج، اللي عندها لون بير من الالكترونات. حاجة بص هنا الاقي عندي النيتروجين عنده لون بير، ادي واحد، النيتروجين التانية ادي اتنين. نيجي هنا CH2COO، طبعا هنا اتنين اكسجين جنب بعض هيبقوا ايه؟ صعب الاتنين يشتركوا، لكن ممكن واحدة منهم تعمل بوندنج، وهنا نفس الكلام واحدة منهم هتعمل بوندنج. يبقى هنا ايه؟ الاكسجينة دي والاكسجينة دي والنيتروجينة دي في الجنب بقوا كام؟ بقوا تلاتة. وفي الناحية التانية كمان ادي نيتروجين وادي اكسجين وادي اكسجين، يبقوا كام؟ يبقى ايه؟ طيب these ligands have several kinds of coordination or coordinating groups. When a multidentate ligand attached to a metal at more than one site, a ring structure is formed. هيتكون ايه؟ حلقة، اللي هي بنسميها ايه يا جماعة؟ بنسميها كليت. يبقى هي الكليت دي هي رينج، اتكونت نتيجة ايه؟ نتيجة اتحاد الميتال مع اكتر من مركز موجودين فين؟ في نفس الليجند، تمام؟
فنقدر نلخصها في معادلة بنقول metal زائد multi dentate ligand. multi dentate ده اللي هو باي أو تراي أو تترا أو هيكسا، بيجيني إيه؟ بيجيني كيليت أو رينج ستراكشرد إيه؟ كومبلكس. حقيقة شكل الكليشن أو شكل الرينج ستراكشر ده بيدي ثبات لإيه؟ للمركب، بيديله درجة من الثبات عالية جدا. تمام؟ طيب نقول the greater the number of points of attachment، كل ما كان عدد النقاط اللي هتعمل الترابط دي كتيرة، greater of the multi-dentate ligand للسنترال، كان كل ما كان ايه الثبات بتاع الكومبلكس ايه اعلى. سؤال مهم اهو، the greater the number of points of attachment of multi-dentate ligand هيكون ايه greater the ايه the stability of the complex، هيكون اكثر ثبات. تمام، اجي عندي الاسيلين ديامين الاستراكشر بتاعه، يبقى ده ايه داي او باي دنتيت ليجند. ليه؟ عشان عنده مركزين اللي بنديله الاختصار بتاعه. تمام، طيب تراي اسيلين تترامين، تراي اسيلين تترامين ده ايه؟ ادي تراي اسيلين، ادي مجموعة الاسيلين، واحد اتنين تلاتة، تترامين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى ده ايه؟ ده متعدد، ماشي، ده مالتي، عنده كام؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى عنده كام مركز؟ عنده اربعة، فبنسميه تترا دنتيت ليجند، يبقى تترا دنتيت ايه؟ ليجند. طيب الباي دنتيت ده هيدي ثبات اكتر ولا التترا دنتيت؟ التترا دنتيت، برافو عليك. بولي امينو، دي امثله بقى، احنا عمالين بناخد في ايه؟ في امثله. ده اللي هو ايه؟ البولي امينو كاربوكسيليك اسيد، او اللي هو ايه؟ المثال بتاعنا اللي هو ايثيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد، اللي هو زي ما اتفقنا عليه ورسمناه من شويه مع بعض، سي اتش 2 اللي هي الايثيلين، واجي ايه داي امين، كويس، واجي هنا واحد اتنين تلاته اربعه تترا اسيتيك اسيد، بقى اديتا اللي هو ايثيلين دايمين تترا اسيتيك اسيد. واضح من الاستراكشر ده ان انا عندي ايه اربعه هيدروجين، واحد اتنين تلاته اربعه هيدروجين، كويس. اوه ده اسيد، ده له خواص كمان، هتكون له ايه؟ هيكون له خواص اسيدك. تمام، بس خلي بالنا ان هو برضو هنا في ايه؟ في نيتروجين، ودي برضو تدي خواص بس بيزك يعني شويه، لكن في النهايه هو ايه؟ هو تترا، هو هيكسا دنتيت ليجند، هيكسا دنتيت ليجند، كويس. ما دام هيكسا دنتيت ليجند يبقى هيدي ثبات احسن من التترا دنتيت ليجند، احسن من الباي دنتيت او الداي دنتيت ايه؟ داي دنتيت ليجند، ماشي. وبعدين ده مثال تاني برضو لنوع تاني من الليجنت، بس مش مستخدم بشكل كبير، هو ده أكثر تداولا الإيديتا، لكن التاني ده هو 1 2 سايكلو هيكسا داي هيكسايل لين داي أمين تترا أسيتيك أسيد برضو. تمام، وكل ما في الأمر هو زي شبه ده بالظبط، بس عملنا له إيه سايكلايزيشن هنا على التو كربون دول، خلاص. طيب الاستابيليتي اوف كومبلكس، لسه قايلين دلوقتي كل ما كانت المراكز بتاعه الليجنت اكتر كل ما كانت درجه الثبات ايه اعلى. طيب بس الكلام دوت احنا عايزين نشوف ايه علميته بشكل علمي يعني. طيب بنقول الاستابيليتي اوف كومبلكس تتحسب من حاجه اسمها ستابيليتي كونستنت. تمام، الاستابيليتي كونستنت يتحسب ازاي؟ يتحسب اكوردنج للرياكشن، واللي هو ايه؟ ما دام في كونستنت ثابت ايه يبقى هيكون في اتزان، في ايكوليبريم. فاتحاد الميتال السنترال ميتال اين مع الليجند هيديني ايه؟ الميتال كومبلكس، كويس. طيب في ايكوليبريم هنا يعني في ايه ثبات اتزان؟ الاتزان بتاعنا او درجه الثبات هي ايه؟ تكوين مين؟ تكوين الكومبلكس. طيب الاستابيليتي كونستنت في الحاله دي او الايكوليبريم كونستنت في الحاله دي بنسميه هو عباره عن حاصل، هو تركيز البرودكت على ايه؟ تركيز المتفاعلات، يعني تركيز الميتال ليجند اللي هو الكومبلكس على تركيز الميتال مضروب في تركيز مين؟ الليجند اس كام؟ اس ان. تمام، يبقى ده ايه اللي هي بتاعه الفورميشن او درجه الثبات او التكوين، يبقى بنسميه ايه؟ equilibrium او stability constant of complex. طيب
في حاجة تانية ممكن نقول عليها instability constant، اللي هي المقلوب بتاعها، يعني إذا كان في الاتجاه ده كده، أو تكوين المعادلة هي بشكلها اللي قدامنا كده، يعني تكوين البرودكت يبقى بنسميها stability constant، الثابت بتاعها. لو مشينا في العكس هيبقى إيه اللي هو instability constant. كل ما زادت الاستابيليتي كونستنت عشان عكس بعض يبقى الانستابيليتي كونستنت هيقل. تمام، خلينا في الاستابيليتي كونستنت، هو ده اللي ايه اللي يهمنا في الموضوع. التايتريشن كيرف بقى ايه المقصود بيها؟ التايتريشن كيرف في حاله الايه الكومبلكس متريك تايتريشن، ببساطه هي برضو زي اي تايتريشن كيرف، هي علاقه ما بين ايه وايه، ما بين الفوليوم ادد من التايترنت على قصاد مين، قصاد البي كذا بي اي حاجه، مش كده؟ طيب احنا كنا قلنا في حاله الاسيد بيز كانت بي اتش، في حاله البريسيبتيشن كانت بي اي، بي اكس كلورايد بروميد ايودايد، ممكن كنا عملنا البي اي جي برضو لو احنا بنتكلم على طريقه مثلا فولمر. ماشي، فهي البي اتش او البي اكس او كده اللي هي ناقص لوغاريتم ايه، تركيز الاين اللي هو كويس. وانا مين المتغير عندي هنا؟ هيكون المتر، مين اللي انا بعمل له تايتريشن يعني هو المتر، يبقى انا بتوقع هنا بي اكس دي اللي هي ايه هتكون بتاعه المتر. تمام، طيب العلاقه برضو هتمشي زي اي تايتريشن كيرف، ايه برضو بتبتدي في عندي على كم مرحله، على اربع مراحل. ات ستارت اللي هو بيفور تايتريشن اونلي تايترنت از بريزنت، يبقى التركيز هيكون بتاع مين، بتاع التايترنت او الانالايت يعني اللي موجود في الكونيكال. تمام، اللي هو فين الكونيكال اللي هو الانالايت يعني، كويس. طيب وبعدين المرحله الثانيه اللي هي بيفور ايكويفالنس بوينت اللي هو ديورينج تايتريشن، ودي فيها ايه، فيها تركيز الانالايت اكتر من تركيز مين، التايترنت. انا بنزل نقطه بتستهلك، نقطه بتستهلك، فمين اللي عندي كتير هو الانالايت. تمام، طيب الات ايكويفالنس بوينت عندي ايه، عندي تركيز الانالايت بيساوي تركيز التايترنت. تمام، هي دي نقطة التكافؤ. وبعدين المرحلة الرابعة اللي هي after equivalence point بيكون تركيز التايترنت اللي هو نازل من البيوريت أكتر من مين؟ من الأنالايت. تمام، دي المراحل بتاعة التايتريشن كيرف اللي احنا عارفينها. ايه بقى الفاكتورز اللي affecting the magnitude of break in the titration curve at end point؟ ايه اللي هيخلي الكيرف ده يبقى نقطة التكافؤ بتاعته واضحة أو مش واضحة؟ أول حاجة عندنا وأهم نقطة اللي هي إيه؟ الستابيليتي أوف كومبلكس. ما هو البرودكت بتاع التايتريشن هو مين؟ هو الكومبلكس. فدرجة الثبات بتاعة الكومبلكس هتأثر بشكل مباشر على شكل إيه؟ شكل المنحنى اللي هو التايتريشن كيرف. هتعرفني أو هتحدد لي شكل الإيه؟ المنطقة دي اللي أنا هقدر أحدد منها إيه نقطة التكافؤ. تمام؟ طيب يبقى إذا احنا عندنا ايه، اول نقطة عندنا الـ stability of complex formed greater the stability constant، كل ما كان الـ stability constant أعلى the complex formed larger the ايه the break، كل ما كان الـ stability constant أعلى كل ما كانت الـ break دي ايه أكبر. الانتقال من نقطة من المرحلة دي للمرحلة دي هياخد ايه، هياخد فوليوم أقل، يطلع بسرعة. تمام، ليه؟ لأن الكومبلكس ثابت. إيه النقطة التانية؟ number of steps involved in complex formation، عدد الخطوات. كل ما كان خطواتنا أقل كل ما كان إيه؟ كل ما كان أحسن، لأنه هيتم مرة واحدة، ماشي؟ مش أكتر من خطوة، والكيرف هيطلع إيه؟ one step، مش هيبقى أكتر من step. فكل ما كان عدد الخطوات أقل كل ما كان إيه؟ كل ما كان الكيرف أفضل وإيه؟ وأوضح، يبقى fewer the number of steps required in the formation of complex greater the the break in the curve. كل ما كان عدد الخطوات اكتر اقل كل ما كانت الايه الكيرف احسن واضح. طيب تعالوا نشوف ايه مثال عشان نعرف الفرق في العمليه دي، خطوات كتر الخطوات هيعمل ايه في الكيرف بتاعنا. فلو خدنا مثال مثلا تعيين تايتريشن بتاعه الكوبر باستخدام الامونيا، باستخدام الامونيا دي مونو دنتيت، الكبر عايز يتشبع بكورنيشن نمبر كام؟ أربعة، كويس؟ طيب عايز أربعة كورنيشن نمبر، يعني عايز أربعة أمونيا. طيب هما الأربعة أمونيا هيدخلوا مرة واحدة؟ لا، الحقيقة بيدخلوا على إيه؟ على فور ستيبس.
اول خطوه الكوبر 2 بيتفاعل مع الامونيا يديني كوبر امونيا وعليها شحنه ايه، كده كده هيبقى عليه الشحنه بتاعه الكوبر لان الامونيا زيرو تشارج، تمام؟ فهيديني كوبر امونيا واحد لواحد. وبعدين الكوبر امونيا واحد لواحد دي هتتفاعل مع جزيء تاني من الامونيا وتديني كوبر امونيا واحد لاتنين، وبعدين دي هتتفاعل مع جزيء تاني من الامونيا تديني واحد لتلاتة، وبعدين دي هتتفاعل مع جزيء كمان تديني واحد لاربعة، لحد ما نوصل ايه دي الاستراكشر النهائي. كويس، الستيب الاولانية ليها اتزان وليها stability constant كي واحد بيساوي واحد كذا له قيمة يعني. الخطوة التانية كي تو، الخطوة التالتة كي ثري، كل خطوة من دول ليها ايه، ليها اتزان، ثابت اتزان، تمام؟ طيب محصلة الخطوات دي كلها تعالوا نشوفهم مع بعض. لما اجي اجمع الخطوات دي كلها مع بعضها عشان اوصل للبرودكت اللي هو الكوبر معايا أربعة أمونيا، يبقى هيحصل ايه؟ هقول أول واحدة الكوبر هتنزل الكوبر زي ما هي. نيجي نكتب الأمونيا هلاقي عندي واحد اتنين تلاتة أربعة أمونيا داخل، تمام؟ طيب البرودكت هنا كوبر أمونيا واحدة، واحد لواحد في طرف، والطرف التاني برضو نفسها متكررة، فدي هتروح مع دي. يبقى كده ايه، لما تجمع دي هتروح مع دي، ودي هتروح مع دي عشان في طرفين مختلفين، ودي هتروح مع دي، يبقى فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي بس الكوبر امين اللي هو الرباع او اربعه. فاصبح عندي ايه؟ المعادله النهائيه هي مجموع الاربع معادلات، تمام؟ اللي هي النسبه بين واحد الى ايه؟ الى اربعه من الكوبر الى اربعه من الامونيا، لكن للاسف الامونيا عشان هي مونودنتيت فدخلت على اربعه ستيب. كويس؟ طيب ثابت الاتزان بتاع الخطوة دي أو ثابت الاستابيليتي كونستنت بتاعة الكوبر أمونيا أربعة أمونيا ديت من المعادلة بتاعته اللي هي النهائية، أقدر أقول إن هو بيساوي إيه؟ هنسميها بيساوي بيتا بقى، كل مرة كنا بنسميها كيس، فهالمرة دي هنقول إيه؟ بيتا اللي هي الاستابيليتي كونستنت بتاعة الكومبلكس في النهاية. هتساوي حاصل ضرب تركيز إيه؟ أو البرودكت يعني تركيز البرودكت على تركيز المتفاعلات، تمام؟ يبقى تركيز الكومبلكس على تركيز ايه؟ على تركيز المتفاعلات الكبر 2 والامونيا، مضروب في الامونيا اس 4. طيب لما نيجي نبص على كل خطوه من دول هلاقي كي 1 بتساوي تركيز ده على دول وتركيته ده على دول، لما نضرب كي 1 في كي 2 كي 3 في كي 4 يطلع معايا ايه؟ نفس الصوره الاخيره دي اللي هي كبر امونيا 4 كل 4 على كبر مضروب في امونيا اس ايه؟ اس 4، تمام؟ الاستابيليتي كونستنت كده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن محصلة او حاصل ضرب الكيس بتاعت ايه؟ او الاستابيليتي كونستنت بتاعت كل ستيب مع التانية. يبقى الاوفرول استابيليتي او فورميشن كونستنت بيتا هيساوي حاصل ضرب كي 1 في كي 2 كي 3 كي 1 مضروب في كي 1 كي 2 كي 3 كي 4، تمام؟ يساوي بيتا اللي هي الاستابيليتي كونستنت بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعي تحضير الكومبلكس نفسه اللي هو كوبر امين كل اربعه، ماشي الحال؟ ده هو اوفرول استابيليتي كونستنت بيتا اللي هي هتساوي حاصل ضرب الاربع قيم في بعض. seems large to provide feasible titration، رقمها ايه؟ رقم كبير. But this titration is not feasible. This fact is due to a سبب ان هي مش يعني هي المفروض ان انا لما الاقي قيمه دي كبيره يبقى اتوقع ان هيطلع عندي المنحنى كبير مش شارب يعني، او البريك بتاعته كبيره، لكن الحقيقه ما بيحصلش كده، لانه عند اضافه كل امونيا كل خطوه من بضيفها او كل خطوه بضيف فيها امونيا بتبطئ التفاعل، التفاعل بيبقى اكثر بطئا لانه بيبتدي الكبر خلاص اتحد مع وحده امونيا عنده لون بير اتحدوا معاه، فعشان يدخل لون بير تاني فبياخد وقت اكتر. يبقى السبب في كده ايه؟ سبب انه البريك او النوت التيتريشن كيرف ما بيبقاش فيزبل، ان هو ايه؟ ان هو الادينج امونيا the on adding the ammonia the reaction proceed slowly due to the stepwise formation of a of complex thus b اللي هي ناقص لوغاريتم كوبر يعني increase gradually as ammonia is added. يبقى مش هيطلع ايه؟ مش هيطلع شارب، هيطلع المنحنى عامل ازاي؟ يجي كده البداية وبعدين يطلع، فما بقتش المنطقة دي ايه؟ ما بقتش شارب. شارب يعني هنا فرق كبير قوي بين النقطة دي والنقطة دي،
فما اقدرش اتحكم فيه او يعني اعتمد عليه في تحديد الايكوفالنس بوينت. تمام خلاص. طيب دي كانت الحالة لما دخلنا الأمونيا على أربعة إيه؟ على أربعة ستيب. طب إيه رأيكم لو لقينا ليجاند يرتبط مع الكبر وان ستيب؟ أه في، إحنا لسه قايلين من شوية إن عندنا ممكن يكون في ليجاند اللي هو تترا دنتيت، هو الكبر عايز أربعة إيه؟ عايز أربعة بوند أو عايز أربعة كورنيشن نمبر يعني. فإحنا لقينا في ليجاند كان إيه؟ كان عنده الأربعة نيتروجين صح؟ هنا كانت NH2 هنا وهنا NH2 وهنا NH وهنا NH. فلو عندي ليجند زي ده وشاف قدامه الكبر هيعمل ايه معايا؟ هيتحد معايا الكبر، هو عايز أربعة كوردينيشن نمبر، هو عايز أربع روابط، فبما إنهم كلهم متجمعين في مركب واحد فخلاص الأربعة كلهم هيدخلوا ايه؟ في وان ستيب. وان ستيب يعني ايه؟ يعني وان سنجل ستيب، وان خطوة واحدة بس، يبقى الكيرف بتاعها هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع شارب، هيطلع عامل ازاي؟ شارب ايه؟ تايتريشن كيرف، وهيطلع برضو البريك بتاعته لارج. ليه؟ لان الكوفلنت، لانه الستابيليتي كونستنت بتاعته نسبيا ايه؟ نسبيا عالية. تمام؟ تعالوا نبص هنا بقى مقارنة كيرف بيجمع لي الاتنين مع بعض، اللي هي حالة الكبر أمين على أربع خطوات والكبر ترين اللي هو على كام؟ على خطوة واحدة بس اللي هو التترا إيه؟ تترا مين. طيب زي ما احنا شايفين الفرق هنا، بحالة الكبر أمين أو كبر نيتروجين الأمونيا يعني بس على فور ستيبس، فكان البريك بتاعتنا إيه؟ فيري رود او اللي هي انشارب يعني، بينما شارب جامد جدا او واضحه جدا في حاله ايه؟ في حاله التترا. خلاص ايه اللي استنتجه من هنا ده؟ اخد من الكلام ده كله ايه الكونكلوجن؟ انه المالتي دنتيت ليجن فورم ستيبل 1 تو 1 كومبلكسز ان 1 سنجل ستيب، وبالتالي يديني شارب اند بوينت. طيب او نقدر نقول المالتي دنتيت ليجن ار اكسلنت ريجنت فور كومبلكس ايه؟ فور كومبلكس فورميشن، بيخلص بسرعة وبيديني شارب ايه؟ شارب اند بوينت. تمام؟ طيب التيتريشن انفولفينج يونيدنتيت ليجنت ممكن اقسمها الى نوعين ان جنرال، اللي هي الارجينومتريك تيتريشن، ويمكن دي بتفكرنا بحاجة قبل كده، والميركريمتريك تيتريشن. اشمعنى دول هشتغلهم مع يونيدنتيت ليجنت؟ الحقيقة دول عايزين كوردينيشن نمبر كام؟ اتنين. فبالتالي انا مش ايه، انا ممكن قوي اللي هو يونيدنتيت ليجنت هيبقى ايه؟ يبقى فعال. كويس، بنستخدم الارجينومتريك تايتريشن، بس المره دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في البريسيبتيشن تايتريشن، المره دي هنعمل كومبلكس، كومبلكس فورميشن. الارجينومتريك تايتريشن او سيلفر، اي حاجه بيدخل فيها سيلفر بنقول عليها بتتفاعل مع السيانايد مثلا على سبيل المثال، وهتدينا كومبلكس اللي هو سيلفر سيانايد، وعليه ايه؟ الكومبلكس عليه سالب 2، اتحد 2 من السيانايد اتحدوا مع السيلفر اداني ايه؟ سيلفر سيانايد 2 وعليها شحنه ايه؟ شحنه سالبه، لان هنا 2 سالب مع واحده منهم. الميركري برضو ممكن استخدم الميركري في تعيين الكلورايد البرومايد الايدايد السايسيانيد باستخدام الميركري، وبسميها ميركري متريك تايتريشن. وفي الحاله دي بيتكون عندي ايه؟ مش راسب المره دي، بيتكون عندي كومبلكس. كويس؟ طيب بس هنا كومبلكس زيرو ارجينومتريك تايتريشن اوف سيانايد. الطريقه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي لايبنج لايبنج ميثودز اند اتس موديفيكيشن. اول حاجه طريقه ايه لايبنج دي بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ التايتريشن بشكل مباشر سيلفر نيتريت مع من البيوريت مع ايه؟ مع سيانايد اللي هو المجهول. تمام؟ يعني التايترانت هو سيلفر نيتريت والانالايت هو السيانايد والانديكيتور بتاعنا هو سيلف انديكيتور. يعني ايه سيلف انديكيتور؟ يعني مجرد مش محتاج اضافي حاجه انديكيتور خارجي في التفاعل. ايه هو طيب السيلف انديكيتور؟ ايه الانديكيشن يعني اللي بيحصل عشان اعرف ان انا وصلت نهايه التفاعل؟ قال لي مجرد ايه التعكير اللي بيحصل في اثناء التفاعل.
طب ايه التايتريشن رياكشن؟ التايتريشن رياكشن السيلفر ايونز اللي بتنزل من البيوريت تتفاعل مع سيانايد تديني سيلفر ايه؟ سيانايد. يبقى هنا عندي سيلفر ايون بتنزل من البيوريت، هتلاقي قدامها سيانايد ايون تتفاعل معاه، لسه ستيل فيه سيانايد كتير اكسس موجودين فين؟ في الميجي. انا نزل عندي سيلفر ايونز اتفاعلت مع ما يكافئها من السيانايد فادتني راسب اللي هو سيلفر سيانايد، كويس. طيب ستيل فيه اكسس من ايه؟ من السيلفر، خلاص. طب ستيل في اكسس من السيانايد اين، السيانايد اين موجوده تعمل ايه؟ تتحد معايا فتديني سيلفر سيانايد باي 2 اللي هو ايه ده؟ اللي هو كومبلكس، تمام. اللي عليه شحنه ايه؟ اللي عليه شحنه سالب 1، خلاص. السيلفر ما يقدرش ياخد اكتر من 2 ككوردينيشن، فستيل في سيانايد تاني موجوده في الميديا بس مش هتقدر تتفاعل معايا، لكن هيحصل ايه؟ هيحصل ينزل سيلفر تاني، خلاص. انا كده ايه؟ كان حصل تربيديتي وراحت، راحت ليه؟ لان اتكون ده سوليبل وكالرلس. يبقى اول خطوه نزلنا من السيلفر اتفاعل مع جزيئات ايونات من السيانايد مكافئه ليه، وستيل في سيانايد اكسس هيتفاعل منها جزء مع ايه؟ مع سيلفر سيانايد يديني الكومبلكس ده اللي هو سوليبل، تمام. وبعدين نرجع ننزل نقطة، انا كده ما انتهتش، ما وصلتش لنهاية التفاعل، فهكمل تاني وهنزل نقطة من السيلفر مرة تانية، ننزل نقطة من السيلفر مرة تانية تلاقي قدامها ايه؟ سيانايد تانية ما اتفاعلتش، تتفاعل معاها تديني سيلفر سيانايد وايت ريسبتد اللي هيتفاعل مع الاكسس من السيانايد الموجودة في الميديا عشان يديني تاني سيلفر سيانايد اللي هو ايه؟ اللي هو كومبلكس، كويس. يفضل الكلام ده يحصل، وكل ما تنزل نقطة سيلفر تتفاعل ويبقى ايه؟ تتفاعل مع زيادة من السيانايد طول ما في اكسس من السيانايد. اول ما بتيجي السيانايد اللي موجود عندي كله اتحد، ينزل السيلفر خلاص هيعمل ايه؟ هيبتدي يفك الكومبلكس فيبتدي يتكون تربيديتي، يعني بعد كده خلاص انتهينا، انتهى تكوين السيلفر سيانايد كله. اول نقطة زيادة هتنزل من البيوريت من السيلفر تتفاعل معاها تديني ايه؟ هتديني كومبلكس تاني، هتفك الايه؟ الكومبلكس ده، او هتديني، هتدخل هي مكان الكاتاين بتاع ايه؟ بتاع الانين ده، ما هو ده انين، فهتدخل معاها تديني سيلفر سيانايد 2 اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو عبارة عن راسب ابيض من السيلفر سيانايد، ويظهر ايه؟ يظهر التعكير. عملية شوية ايه؟ مش واضحة قوي، لانه التوربيديتي دي عشان اعتمد على التوربيديتي عملية مش ايه؟ مش فيري اكيوريت يعني، كويس. لكن هي دي طريقة ايه؟ طريقة لايبيج لايه؟ واعتمادا على تكوين الكومبلكسز. طيب طريقة تانية اللي هي دينج موديفيكيشن، اللي هو عدل شوية في الطريقة بتاعت السيلفر مع السيانايد، وقال انا هحط في الميديا حاجة تانية، هحط فيها امونيا وهحط ايه؟ بوتاسيوم ايودايد. فبقى التايترنت عندي مين؟ بقى التايترنت عندي اللي هو سيلفر نيتريت زي لايبيج بالظبط، والانالايت اللي هو انا بعينه اللي هو السيانايد برضو زي التجربه اللي فاتت. يجي الانديكيتور بتاعنا مين؟ الانديكيتور هو البوتاسيوم ايودايد، وريجنت في الميديا هو مين؟ هو طيب ايه التايتريشن رياكشن؟ نفس التايتريشن رياكشن، سيلفر هينزل يتفاعل مع سيانايد، واحده هيتفاعل معاها يديني سيلفر سيانايد، الثانيه هيتفاعل معاها ويديني ايه؟ يديني اي جي سي ان باي 2 اللي هي الكومبلكس. يعني معناها ده كده الراسب هيدوب خلاص، ده نفس اللي حصل في التجربه اللي فاتت، هو نفس التفاعل ونفس البيهيفير. اول نقطه بقى من السيلفر هتعمل ايه؟ قلنا هتفكه وتبتدي تعملي الوايت ايه؟ توربيديتي من السيلفر سيانايد اللي هو ايه؟ اللي هو الراسب الابيض. لكن انا عندي في الوسط المره دي في امونيا، الامونيا هتدوب، يبقى ديزولفد باي امونيا. يبقى الامونيا هنا هتعمل ايه؟ هتقوم باذابه السيلفر سيانايد. ازاي؟ لان الامونيا هتحل محل السيانايد فين؟ في الكوردينيشن سفير الخاصه بيه، او الكوردينيشن سايت يعني اللي مرتبط مع السيلفر اين، ويطلع السيانايد واحده منهم تطلع بره فيديني الايون سيلفر الامين سيانايد، او اللي هو ايه؟ اللي هو الامونياكل سيلفر سيانايد، تمام. وده صالبل، تمام. تيجي بقى بعد كده اول نقطه من السيلفر هتعمل ايه؟ هتتفاعل مع الايدات، خلاص كده السيلفر كله ارتبط واتحد
والسيانايد كله بقى مرتبط خلاص، مش هيرسب مش هيكون راسب يعني، فهيبتدي اول نقطة من السيلفر زيادة دي هتتفاعل مع الايودايت وتديني اليلوش توربيديتي او اليلوش كولر من السيلفر ايودايت. فدي الموديفيكيشن اللي عملها. ايه الموديفيكيشن اللي عملها دينيش ان هو عمل ايه؟ ان هو زود رياجنت في الميديا واستخدم البوتاسيوم ايودايت كانديكيتور، وهو برضو بريسبتيتد بيترسب مع السيلفر ايه؟ مع السيلفر اينز، فبيديني سيلفر ايودايد. بس بيحصل امتى الكلام ده؟ بعد ما بيكون السيانايد اتفاعل وعمل الكومبلكس والامونيا كمان دخلت معاهم فين؟ في الكومبلكس. ماشي الحال؟ طيب الابليكيشن بتاعت الفكرتين اللي احنا خدناهم اللي هو الارجينومتريك ديت واللي هي الميركوري متريك اللي هي الاناليسيس بتاعت السيانايد، وممكن كمان الهالوجنز in mixtures، ودي كومباينيشن ما بين طريقه لايبك ودي وفول هارد ميثود، ودي ما هتلاقيها موجوده في الكتاب مشروحه في الكتاب يعني، بس احنا بناخد فكره عنها. طيب الميركوري متريك تايتريشن هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن دايركت تايتريشن، بنعين بيها ايه؟ بنعين بيها الكلورايد والبروميد الايودايد والسايوسيانيد. طب ما دي شبه الارجينومتريك تايتريشن. ايوه بس المره دي انا مش هستخدم سيلفر نيتريت، انا هستخدم مين؟ ميركوري نيتريت في اسيدك ميديا خلاص، والانديكيتور هو صوديوم نيترو بروسيد لو سمعت فاكرينه يعني اتعملتوا بيه قبل كده، صوديوم نيترو بروسيد او دايفينايل ايه كاربازون كويس. والحقيقه الطريقه دي بتكون مور اكيوريت عن طريقه مين؟ طريقه الارجينومتريك تايتريشن. طيب الطريقة هي باك تايتريشن ماهياش دايركت تايتريشن فور ديترمينيشن اوف سيانايد على سبيل المثال، تمام؟ طيب او الكلورايد او البرومايد او الايودايد، تمام؟ طيب يبقى انا عندي ايه دلوقتي؟ يبقى عندي الميركوري متريك تايتريشن. نلخص المعلومات، ايه المعلومات المطلوبة؟ بيعمل دايركت تايتريشن، سوري دايركت تايتريشن في حالة الكلورايد والبرومايد والايودايد السيانايد والسايسيانيد، وباك تايتريشن في حالة مين؟ في حالة السيانايد باستخدام الميركوري مين التايترنت الميركوريك نيتريت في اسيدك ميديا، والانديكيتور صوديوم نيترو بروسيد او دايفينايل كاربازون كويس كده. في هنا ايه خلاصه عندي؟ في دايركت وان دايركت ميثود، دايركت وان دايركت. ايه الان دايركت دي؟ اللي هي الباك تايتريشن. ايه الباك تايتريشن دي لمين؟ للسيانايد كويس. امال الدايركت دي لمين؟ الايودايد كلورايد برومايد ايودايد او سايو سياني كويس كده. طيب اعين بقى الباك تايتريشن دي اللي هي بستخدم بعين بيها سيانايد ازاي؟ قلنا زي ما احنا عارفين الباك تايتريشن هي بعمل فيها ايه؟ بحط اكسس من الريجنت، يبقى بسامبل اللي هي محتويه على السيانايد واحط اكسس من الايه؟ من التايترنت الاساسي اللي هو سيل الميركوري نيتريت في الحاله دي. نيتريت هيديني الميركوري سيانايد وهيفضل unreacted mercuric ايه؟ نيتريت. هحط له في الوسط نيتريك اسيد كويس، وبعدين اعمل تيتريشن قصاد سايوسيانين. يا مش بيفكرنا بحاجه ده؟ نفس الطريقه بالظبط اللي عملناها في حاله مين؟ في حاله السيلفر نيتريت في برضه في الباك تيتريشن هي الفولهارد ماس كويس. فيبقى عندي هنا ايه؟ السيانايد، وبعدين بحط عليه اكسس من الميركوريك نيتريت اللي هو معلوم التركيز، هيديني ده هيترسب سيلفر ميركوريك سيانايد، ويفضل باك ان رياكتد ميركوريك نيتريت ده اللي هعمل له باك تايتريشن مع السايو سيانيد، بس في وسط ايه؟ في وسط اسيدك في وجود نيتريك اسيد. طب امال الانديكيتور هيبقى ايه؟ هو برضو الفيريك الم انديكيتور، تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ السامبل رياكشن عباره عن ايه؟ الميركوريك بيتفاعل مع سيانايد يديني ميركوريك سيانايد، الميركوري الزياده هيتفاعل مع السايسيانيد هيديني ميركوري سايسيانيد. خلص الميركوري، خلص السايسيانيد، خلص على الميركوري خلاص، ينزل اول نقطه من السايسيانيد هتتفاعل مع مين؟ مع الانديكيتور، تمام؟ وتروح مدياني ايه؟ مدياني الريد او البلاد ريد كلر بتاع ايه؟ بتاع الفيريك الايرون سايسيانيد اللي هو الكومبلكس، وكلهم ايه؟ هنا كومبلكس كويس كده. طيب
ندخل بقى على التايتريشن اللي هي الاكثر شهرة والاهم بالنسبة للكومبلكس متريك تايتريشن، كومبلكسومتريك تايتريشن، اللي هي التايتريشن مع المالتي دينتيت ليجند. واشهر ليجند عندنا هو مين؟ هو الايديتا زي ما قلنا من شوية. هو اكتر كومبلكسينج ايجنت او اكتر ليجند افكتيف في حالة الايه الكومبلكس متريك تايتريشن. ليه؟ ده هيكسا دينتيت عنده 6 سنتر، 6 مراكز يقدر يعمل بيهم ترابط مع الميتال، فبالتالي هيعمل ايه ترابط؟ هيعمله في 1 ستيب، اكيد انه هيعمله في 1 ايه؟ في 1 ستيب. بما انه هيعمله في 1 ستيب يبقى هيديني شارب اند بوينت او كلير اند بوينت. كويس؟ وهو طبعا بالتاكيد كيليتنج ايجنت، بما ان هو مركب واحد وعنده اكتر من مركز فهو ايه؟ فهو كيليتنج ايجنت. كويس؟ طيب يبقى بنقول عليه هو ده الموست كومن مالتي دنتيت ليجنت. اهم ميزه فيه ان التفاعل بيتم واحد لواحد ان وان ستيب. كويس؟ والستيب ما دام هي وان ستيب وهو كيليتنج ايجنت وهيديني حلقات او رينج يعني، فهيزود الاستابيليتي بتاعت ايه؟ بتاعت الكومبلكس اللي هيتكون، فمش هيدوب زي حاله الميركري مثلا مع السيانايد او السيلفر مع السيانايد، مش هيحصل له ذوبان، هيفضل ايه؟ هيفضل ستيب. خلاص؟ وزي ما اتفقنا هو هيكسا دنتيت. طيب ايه اهم خواص الاديتا؟ الاديتا زي ما قلنا من شويه لما شفنا الاستراكشر بتاعها قلنا هي ايه؟ هي تترا اسيتيك اسيد، يعني فيها 4 بروتون، والاسيتيك اسيد هو حمض ضعيف ومرتبط كمان مع مكون تاني سبيشيز تانيه. طيب فبنقول ان الاديتا اقدر اوصفها يعني على ان هي ايه؟ تترا بروتيك أسيد أو ويك أسيد. يعني إيه تترا بروتيك ويك أسيد؟ تترا يعني 4، بروتيك يعني بروتون، ويك أسيد يعني بيعمل إيه؟ بيتقيم في اتجاهين رايح جاي، يبقى هو عنده 4 بروتون، عشان كده ادوله الرمز H4Y. Y دي اللي هي إيه؟ بقية الموليكيول من غير البروتونات، تمام؟ اللي هو الأناين بقى. طيب فقال لي ايه؟ طب هو ويك اسيد يبقى هيتقين، طالما عنده 4 بروتون يبقى هيتقين على 4 ستيبس. كويس؟ تعالوا نشوف الفور ستيبس. اول حاجه H4Y دي اللي هي الصوره بتاعه الاديتا الاصليه، هطلع لي 1 بروتون وانين معاها اللي هو هيبقى الباقي بتاعه H3Y. اذا كان البروتون شحنته موجبه يبقى الباقي ده هيكون شحنته ايه؟ هتكون شحنته سالبه. طيب هل ده اسيد ولا بيز؟ لا اسيد طبعا. ليه اسيد؟ لانه طلع بروتون، واي اسيد بيطلع بروتون يبقى معناه هيكون له اسيدتي كونستانت، فالاسيدتي كونستانت بتاعته هي حاصل ضرب من تركيز النواتج على ايه؟ على المتفاعلات اللي هتديني هطلع منها بالبي اتش بعد كده. طيب اي كي اي بعبر عنها بي كي اي. خلاص؟ يبقى المعادلة دي أو الخطوة الأولانية دي اللي هي خروج بروتون واحد ديت، دي أسيدتي ليها أسيدتي كونستنت رقم واحد اللي هو إيه؟ واحد. طيب ده كمان ستيل أسيدك، ده عنده 3 بروتون ممكن يتأين. ال3 بروتون دول هيبقى الموليكيول أو الأيون اللي هو H3Y عليه ماينس واحد، ده كمان أكت أز أن أسيد لأن عنده 3 بروتون، يطلع البروتون منهم ويفضل في 2 ماسكين في الموليكيول. يبقى بروتون طلع وفي 2 ماسكين في المايكل عليهم شحنة سالب 2، يبقى دي برضو acidity step ان هي بتطلع لي بروتون، ويبقى ليها acidity constant هنسميه A2 acid. هو كمان acid يعني هيعمل ايه؟ هيتأين برضو يديني بروتون زائد HY minus 3. طيب البروتون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن acidic يعني attitude بتاع الأسيد، مادام طلع بروتون يبقى له اسيدتي كونستنت. بس لاحظ معايا الاسيدتي كونستنت بقت كام؟ بقت 6.11، يعني كانت 2.68 وبعدين بقت 6. دخلنا فين؟ قربنا على ايه؟ يعني بقت كده ويك اسيد، قربنا على اللي هو النيوترون يعني، تمام. نيجي على الخطوه الاخيره، البروتون الاخير كمان ممكن يخرج، بما انه خرج يبقى ده برضو اكت از ان اسيد، بس المرة دي هيديني ايه؟ الانين اللي هو الواي اللي معلهوش ولا ايه؟ ولا بروتون وعليه شحنة ماينس 4. خلاص؟ يبقى الخطوتين الاولانيين دول كانوا سهل قوي خروج البروتون فيهم. ليه؟ لانه بيديني مركب الشحنة السالبة بتاعته قليلة الى حد ما.
الخطوتين التانيين هنا، وعشان ولاحظناها من قيمة ال pKa بتاعتها العالية، معناها ايه؟ بتبقى هارد في انها تطلع البرودكت. تمام؟ يبقى اذا نقدر نقول كده كومنت على الارقام اللي طالعه عندي دي، انه ال first two protons are easily removed، بيخرجوا اسهل، while the third and the fourth are weakly ionized، بيخرجوا ايه؟ بصعوبة. طيب ال unprotonated form بقى دي اللي هي ال y minus 4d بتاعت الاديتا، هي دي احسن حاجة ممكن تتحد مع مين؟ مع المتر. كويس؟ اكتر حاجة ممكن تتحد مع المتر هي الحالة اللي هي ايه؟ ال y 4. ماشي الحال؟ وبالتالي عشان احصل عليها، عشان اتأكد او ننجي الصورة الموجودة عندي، يبقى انا لازم اخلي الاتزان ده يروح ناحية التكوين ايه؟ يبقى لازم اعمل اي فاكتور في الميديا عشان يخلي لي ال y 4 هو ده اللي ايه؟ اللي mostly present. عشان اعمل الكلام ده لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل خلل في هذا الاتزان. اعمل خلل يعني ايه؟ يعني اسحب البروتونز. يبقى اسحب البروتونز يعني ايه؟ يعني احط بيزك ميديا. احط بيزك ميديا يعني ايه؟ يعني بي اتش تكون اكبر من كام؟ اكبر من 7. يبقى انا هشتغل في بي اتش ايه عشان احصل على الصورة دي؟ يبقى انا متوقع ان البي اتش بتاعت الميديا لازم تكون ايه؟ بيزك. تمام؟ يبقى الكومبلكسيشن، يبقى الانبروتينيتد فورم اللي هي واي 4 بلس 4 ماينس ماينس من الاديتا هتقدر تتعامل مع مين؟ مع الميتال. والكومبلكسيشن دي هتكون افكتد بالتاكيد بايه؟ بالبي اتش بتاعت الوسط. بي اتش بيزك يبقى التفاعل هيمشي في الاتجاه ده، بي اتش اسيد في الاتجاه ايه؟ في الاتجاه العكس. يبقى اذا البي اتش هتكون very much effective لو انا عايزه صوره معينه اللي هي الواي اللي عليها سالب 4. اديتا اور اتش واي 4 اتش 4 واي has a very low solubility in water، هي في حد ذاتها ما بتدوبش بسهوله في الميه، عشان كده احنا بنستخدم الداي صوديوم سولت. الداي صوديوم سولت بيبقى معاه 2 جزء ميه. الداي صوديوم سولت بيدوب بسهوله في الميه. طب هو ده ياثر على الخواص بتاعته؟ ابدا ما ياثرش، لان في النهايه انا عايزه مين عشان يتفاعل مع الميتال؟ انا عايزه الواي اللي عليها 4 ماينس، فدي عشان تتفاعل بتتفاعل. عشان احصل عليها مش هتفرق معانا اذا كانت هنا N2 ولا H2 كمان مع ال H2 يعني ايه؟ H4. كويس؟ لكن وجود الصوديوم هنا بيخلي ذوبانه سهل. تمام؟ هنا دي أمثلة للحالات بتاعة الحالات الإيديتا وما يشابهها أو الدريفيتيف بتاعتها. فالإيديتا اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي عندها 4 بروتون أهم، أدي 4 تترا أسيتيك أسيد اللي هي إيثيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد، أدي 1 2 3 4. كويس؟ الداي صوديوم سولت شلت واحدة البروتون من هنا حطيت بداله صوديوم، والبروتون التاني هنا حطيتها مكانه إيه؟ صوديوم، فأصبح عندي داي صوديوم سولت. تمام؟ فأسيدك ميديا إيه اللي هيحصل؟ فأسيدك ميديا أو ممكن يحصل إيه للمركب يعني عموما للإيديتا؟ ممكن يحصل أو إنها تكون الزبيتر أيونيك فور اللي هي عبارة عن إيه؟ انتقال البروتون من هنا إلى النيتروجين اللي جنبها، لأن النيتروجين عندها لون بير من الإلكترون، فممكن يحصل انتقال من البروتون إلى اللون بير دول ويديني ما يسمى بزبيتر إيه؟ زبيتر أيون. تمام؟ ده أكوردنج لإيه؟ أكوردنج للميديا. So, EDITA form very stable chelate of cage-like structure with many metals. بالستوكيومتري بتاعتها بتكون 1:1 زي ما احنا شايفين في المعادلة. خلاص؟ In EDITA titration, a single stable chelate is formed. يبقى المميزات أو أهم ميزة هنا إن بيكون لي single stable chelate is formed. And the titration curve has single steel inflection region which provide sharp and easily detected endpoint. فبيطلع الكيرف عندي واضح والإكويفالنس بوينت في نص الكيرف بتبقى إيه؟ سهل تحديدها. تمام؟ طيب يعني إيه هو الكيج لايك ستراكشر دي؟ إيه الكيج لايك ستراكشر؟ الكيج لايك ستراكشر يعني ايه؟ يعني كانه بالظبط داخل جوه ايه؟ في شبكه كيج في 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 كهف. تمام؟ لو بصينا كده الايثيلين الايديتا عباره عن ايه؟ ايثيلين
ديامين صح؟ تترا اسيتك ايه؟ تترا اسيتك اسيد، تترا اديك هنا سي اتش 2 وبعدين سي دبل بوند او او اتش، دي اول اسيتك اسيد و او اسيت او صوديوم صولت يعني الثانيه اهي برضه اسيدين الثانيه اهي سي اتش 2 سي هنا ايه سي سي اهيت دبل بوند او هنا سي اهي سي اتش 2 سي اتش سي دبل بوند او وبعدين او اتش مثلا او او ماينس دي نفس الكلام زي ما احنا شايفين كده اهيت ايه ادي سي اتش 2 سي اتش 2 دبل بوند او وهنا او اتش وممكن ايه فاضل واحدة كمان اللي هي سي اتش 2 سي دبل بوند او وهنا او اتش يجي الميتال فين يدخل جوه هنا كأنه فعلا جوه ايه جوه كهف حاصر تمام وعمل مين وعمل الكيليشن مع ادي اكسجين ادي واحدة وادي التانية وادي النيتروجين التالتة ادي النيتروجين الرابعة يجي الأكسجين الخمسة ويجي الأكسجين إيه الستة فأصبح هنا إيه متحصل من كل جهة ده الكيج لايك كيج لايك ستراكشر تمام ده بيؤدي لإيه بيؤدي إلى إنه 1 تو 1 الرياكشن بيتم 1 تو 1 وبيتم إيه بسرعة فاست خلاص الأدفانتج أوف إيديتا تعالوا نلخصهم مع بعض أول حاجة it is sequencing agent and form very stable water soluble stoichiometric one to one complex with many metal action metal cations يبقى هي بيدي ايه خلينا سيبنا كده نحددها بيكون form very stable water soluble with stoichiometric of stoichiometric one to one complexes in with many metal ايه metal cations طيب الحاجه الثانيه it is unselective الحقيقه هو هنا ايه حتى بيسموها blind agent ليه بلايند وليه انسلكتيف هي ملهاش دعوه اسم الميتال هي ليها دعوه انها تلاقي ايه ميتال وتمسك معاه كويس يبقى هي it is unselective but its selectivity in complexation reaction can be increased by a by pH control لو قدرت تتحكم في البي اتش بتاعه الوسط ممكن اخليها تبقى selective لكن هي من الاصل ممكن تلاقي قدامها نيكل وممكن تلاقي قدامها المغنيسيوم او كالسيوم وتتحد معهم معهم كلهم في نفس الوقت خلص على واحد تتحد مع الثاني هتعمل ايه كومبلكس مع ده وبعدين تعمل مع ده وتعمل مع ده امتى بقى انا اخليها سيلكتيف ان انا اغير الوسط او اثر على الوسط بعامل خارجي يخليها تتحد تتجه ناحيه واحد وما تتجهش ناحيه الاخر تمام طيب ده دي هتبان برضو بعد شويه لما نيجي نتكلم على البي اتش اي افكت الداي صوديوم صولت من الإيديتا is primary standard substance of high purity أجي مواصفات الـ primary standard substance هنا high purity high molecular weight easily stored واحنا اتفقنا قبل كده إنه المادة لما يكون الوزن الجزيئي بتاعها عالي بتكون إيه؟ بتكون primary standard كويس؟ فهي primary standard ليه؟ هي ليها high purity طبعًا أول حاجة ليها molecular weight واضح جدًا إن هو عالي و easily stored Edita concentration is expressed in terms of molarity. لما بجي أعمل التفاعلات بتاعتنا أو الحسابات بتاعتنا دايماً بحسبها بإيه؟ بالمولاريتي. ليه بالمولاريتي؟ لأنه النورماليتي بتاعتها بتتغير according لل pH بتاعة السوليوشن. إحنا كده كده عايزين التفاعل بتاعنا يتم واحد إلى إيه؟ إلى واحد من الميتال إلى الإيديتا. خلاص؟ يبقى المولاريتي هنا تكفيني معلومة إيه؟ المولاريتي بتاعة الإيديتا. ما بدخلش في الحسابات النورماليتي ليه لان النورماليتي بتتغير باي تشينجينج البي اتش بتاعه ايه بتاعه السوليوشن على حسب البي اتش زي ما اتفقنا في المعادلات من شويه احنا قلنا ايه عندي الاتش 4 واي هتتاين تديني بروتون زائد اتش 3 واي ماينس وجي هتتاين هتديني بروتون زائد اتش 2 واي ماينس اتش واحده لا H2 صح H2 Y minus 2 وبعدين ممكن دي كمان تتكسر أو هتتأين برضو هتديني بروتون زائد H Y minus 3 ودي
تتكسر وتديني او تتأين وتديني بروتون زائد y minus 4. فاذا ال pH هي اللي هتخليني اعرف هو عنده التكافؤ بتاعه بكام، هل هو طلع لي بروتون واحد فيبقى التكافؤ بتاعه بواحد، ولا مشى الخطوتين دول فبقى طلع لي اتنين يعني التكافؤ باتنين، ولا مشى لحد هنا كده فبقى التكافؤ بتلاتة، ولا لحد الاخر فبقى التكافؤ باربعة. مين اللي هيحدد المكان ده؟ ال pH بتاعت الوسط. يعني النورماليتي اللي هي ايه؟ النورماليتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المولاريتي على الفيلن مضروب في الفيلنسي، صح؟ فإذا النورماليتي هنا ما بقتش حاجة ايه؟ حاجة ستاندر، حاجة قياسية، لكن القياسي بالنسبة لي مين؟ المولاريتي، مش داخل فيها التكافؤ ولا بيتأثر في pH. يبقى إذا حسابات الإيديتا كلها هتبقى باستخدام ايه؟ باستخدام المولاريتي. تمام؟ النقطة دي نقطة مهمة. تعالوا بقى نتكلم على الفاكتورز الافكتنج الاستابيليتي اوف ميتال اديتا كومبلكس. ايه العوامل اللي هتأثر على درجة الثبات بتاعة الميتال اديتا كومبلكس؟ تمام، ايه ده يعني؟ ما احنا بنعمل تايتريشن دلوقتي، هو التفاعل بتاعنا تايتريشن. اديتا هتنزل من البيوريت مثلا، لو هو دايركت تايتريشن هتنزل تتفاعل مع مين؟ مع الميتال. كويس، هتتفاعل معاه تعمل ايه؟ تعمل كومبلكس. خلاص، دي الفكرة بتاعت التايتريشن، هتكون كومبلكس، تفضل تتكون لحد ما تخلص على كل الميتال. وبعدين عند نقطة التكافؤ كل الميتال هيكون كافئ ايه؟ الإيديتا. بعد كده اكسس إيديتا هيعمل ايه؟ هيتفاعل مع الانديكيتور، رياكت مع الانديكيتور. كويس، لازم يكون ايه؟ لازم يكون هو كمان برضو له خواص ميتاليك عشان يعمل كومبلكس. خلاص، طيب نرجع بقى تاني، درجة ثبات الميتال ده، ما هو الميتال مع درجة ثبات الكومبلكس دي مهمة جدا. لو ما كانش الكومبلكس ده ستيبل يبقى الإيديتا هتتفاعل مع الميتال، يرجع يتفك، ترجع تتفاعل، يرجع يتفك، مش عمرها ما هتوصل إنها تتفاعل مع مين؟ مع الإنديكيتور. تمام، أو هتبقى صعب الوصول إليها أو هتبقى مش أكيوريت. يبقى لازم أتأكد أنا من ثبات إيه؟ من ثبات الكومبلكس ده. طب ايه بقى الفاكتور او العوامل اللي بتأثر على الثبات ده؟ اول عامل هو ايه؟ الايفكت اوف بي اتش. طيب جه منين البي اتش دي؟ جت منين البروتونز اصلا ولا الهيدروجين ولا الكلام ده؟ البي اتش يعني ايه؟ يعني ناقص لوغاريتم تركيز الهيدروجين اين. طيب عشان اعرف تأثير البي اتش لازم اشوف الاول معادلة التفاعل اللي بتتم ما بين الميتال والإيديتا. ايه التفاعل؟ الميتال بيتفاعل مع الإيديتا، خلاص، اللي بتنزل عليه اللي هي الداي صوديوم سولت، هتتفاعل مع الميتال وتديني ايه؟ الكومبلكس. الكومبلكس اللي احنا اتفقنا عليه انه هيتفاعل او هيديني الكيج ستراكشر، بحيث انه الواي ماينس 2 بتتفاعل مع الميتال ويخرج قصادها ايه؟ البروتونز. يعني كانه بيحصل تبادل، تدخل الميتالز مكان البروتون، ايونات الميتال، ايون الميتال مكان البروتونز وتطلع البروتون. طبعا الحقيقه اللي بتحصل انه بيحصل كيليشن او كوردينيت بوند. طيب بكل الاحوال تفاعل تم قدامي اهو، زي ما احنا شايفين معادله، ومعادله فيها ايه؟ فيها اتزان. وما دام طلع عندي، طالما ان طلع عندي بروتونز في الوسط، يعني طلع او دخل، يبقى معناها ان البي اتش هتكون ايه؟ هتكون مؤثره. اذا انا زودت حاجه في الوسط البروتون، يعني ايه تسحب البروتون؟ يعني تتفاعل معاها، زي ايه؟ زي الـ OH- مثلا، او اي بيز او الكلي. يبقى دي هتعمل ايه؟ هتسحب البروتونز. لو سحبت البروتونز هيحصل ايه؟ هيحصل الاتزان، يمشي في تكوين الايه؟ الطرف التاني، عشان يعوض النقصان ده، قاعدة لوشاتيليه. تمام، عشان يعوض النقصان ده هيعمل ايه في المقابل؟ هيزود تواجد المين؟ الكومبلكس. يبقى هيزود تركيز الكومبلكس. يعني معنى كده ان الالكالاين ميديوم او البيزك ميديوم هيأثر على التفاعل ده بانه هيزود الاستابيليتي بتاعت مين؟ بتاعت الكومبلكس. كويس، تعالوا نقراها. الاستابيليتي اوف ا كومبلكس اوف ا جيفن ميتال كليت اللي هو الكومبلكس increase ماشي، ركزوا معايا، as pH a increase. يبقى الاستابيليتي increase as pH a increase. طيب ليه؟ because the liberated proton البروتونز اللي هتخرج will be neutralized in alkaline a solution. هتقدر حاضر اخدها واعمل لها معادله بايه؟ بالكالاين solution مع البيز.
خلاص. And thus the reaction is shifted to the right. Right اللي هو إيه؟ اللي هو تكوين more stable complex R formula. تمام؟ طيب وبالتالي عشان أظبط بقى الوسط أو أظبط الـ pH بتاعة الوسط يبقى أنا محتاجة أستخدم إيه؟ بستخدم buffer. A buffer should be added to edit the titration to regulate and control the pH and this. هيعمل إيه لما أعمل control و regulation للـ pH؟ هيأدي إلى إيه؟ هيأدي الواحد increase الـ stability بتاعة الـ edetachylate اللي هو إيه الـ edetachylate ده؟ اللي هو الـ complex. كويس؟ طيب improve the selectivity of editor. improve يعني يحسن السلكتيفيتي بتاعت الإديتر. لما يكون عندي ايه سلكتيفيتي يعني ايه؟ لما يكون في منافسة في ميتال واحد وفي ميتال اتنين وميتال تلاتة وميتال أربعة وهكذا في أكتر من ميتال فأنا عايزاها تختار واحد بس منهم تتحد معاه يبقى هنحاول نظبط الـ pH بحيث إن هي تتفاعل مع الميتال واحد بس منهم. طيب وأفكت ذا إنديكيتور كولر change بتأثر على كمان لون ايه؟ لون الانديكيتور. واحنا اتفقنا ان الانديكيتور هو هيتفاعل مع الإديتا وهيمشي الرياكشن زي بالظبط ما يكون ايه؟ زي الميتال بس بعد ما الميتال ينتهي ويتفاعل. يبقى ده انديكيتور color change the change is pH dependent. خد بالنا من الجملة دي وحط تحتها ايه؟ تحتها خط. The indicator color change is pH dependent معتمد على الـ pH بتاعت الوسط. طيب تاني فاكتور اللي هو طبيعة الميتال نفسه، طبيعة الميتال آيون. أول فاكتور كان الـ pH بتاعت الوسط بتاعت المؤثرة على التفاعل نفسه على الإيديتا. تاني حاجة اللي هي إيه؟ طبيعة الميتال آيون، وبرضه خلي بالنا طبيعة الميتال آيون برضه بتتأثر في الـ pH بتاعت الوسط. فلقينا إن لما صنفنا الميتالز أكوردنج لي الأكسديشن ستيت بتاعها، فكان عندنا يعني كذا كاتيجوري، كاتيجوري أربعة كاتيجوري. الكاتيجوري الأول هم ميتال ثنائي، وفي ميتال الثلاثي، وفي ميتال رباعي، حالة رباعية، لكن في كمان حالة ثنائية دي إيه بشكل استثنائي اللي هي حالة إيه الحديد الثنائي أو الكوبر الثنائي. طب خلينا نمشيهم واحدة واحدة كده. لما يكون عندي الميتال في الحالة التأكسدية القليلة اللي هي اللور أوكسيديشن ستيت، مع العلم إن إحنا كنا مستبعدين الحالة اللي هي حالة المجموعة الأولى اللي هي أوكسيديشن ستيت واحد، قلنا دي مش بتكون كومبلكسز أصلا، تمام؟ فلما نيجي بقى المجموعة اللي بعدها التانية وما يشابهها يعني، ألاقي إن الكالسيوم، مغنيسيوم، زينك، باريوم اللي هما التكافؤ بتاعهم بموجب اتنين، دول بيكونوا فيري ستيبل كيليت عند هاير بيزك ميديا أو هاير بي اتش اللي هي كام؟ اللي هي 10. الـ pH 10 بتكون الصورة الستيبل اللي عندنا من صور الإديتا الأربعة اللي هي إيه المعادلة بيوصفها، يعني المعادلة بتاعة الـ HY 3 minus اللي بتتأين وتديني H plus زائد Y 4 minus. دي كانت إيه اللي بيحصل عند الـ pH 10، تمام؟ طيب الحالة الثلاثية زي الأرزينيك، الأيرن، الأنتيموني، البيزمس أو الألمنيوم بتكون very stable عند pH أقل من الأربعة، لكن أحيانا عند pH 5 نقدر نحسب أو نشتغل عمليا لتعيين الأيرن الثلاثي، تمام؟ طيب الحالة الرباعية أو الحالة التأكسدية اللي هي الرباعية زي التن اللي هو الرباعي، form stable chelate is in strongly acidic solution وتكون الـ pH بتاعتي أقل من الواحد. في حالة الكوبر والأيرن ثنائي، خلي بالنا هنا ده ثلاثي ده ثنائي، form stable في الرينج من 4 إلى 7، يعني الأيرن الثلاثي أفضل إنه يتقاس عند pH أقل من 4، الأيرن الثنائي من 4 إلى إيه؟ إلى 7، تمام؟ طيب الـ factors affecting the shape of titration curve، الشكل بتاع titration curve، إيه العوامل اللي هتأثر عليه؟ أول عامل اللي هو إيه؟ الـ Kf اللي هو الـ stability constant. الـ stability constant بيقول إيه؟ بيقول لي كل ما كانت الـ stability constant عالية، كل ما كان الـ shape عندي إيه؟ sharper end point هتظهر عندي. كل ما كانت الـ Kf أو اللي هي الـ formation constant أو الـ stability constant عالية، كل ما كان الـ break of كيرف اللي هو ايه الانحدار اللي بيحصل في الكيرف بيكون ايه شاربر، بتديني شاربر اند بوينت. كويس، يعني بيديني شكل المنحنى عامل ازاي ايه كده،
شور زي السترونج اسيد مع السترونج بيس كده. كويس. وامكانيه تحديد الايكوفالنس بوينت، انا بجيب في نص المنحنى اجيب ايه النص ايه واشوف الاند بوينت عندي كام. تمام. يبقى من اهم الفاكتورز اللي بتاثر على الشيب بتاع الكيرف هي ايه؟ هي الكي اف او اللي هي الفورميشن كونستانت، كل ما كانت اكبر كل ما كان افضل. الفيجر اللي قدامنا ده بقى بيوضح لي ايه؟ بيوضح لي مقارنه ما بين شكل الهيدريشن كيرف مع الديفرنت ميتال اينز او الميتال ايه اكوردنج للستابيليتي كونستانت بتاع كل ايه ميتال مع الايديتا. طبعا دي تايتريشن قصاد الايديتا، الفوليوم من الايديتا قصاد البي ام اللي هي ايه ماينس لوغاريتم تركيز الميتال اين. تمام. فلقينا هنا ايه؟ لقينا اعلاهم او احسنهم شاربنج شاربر يعني اللي هو كان مين؟ الحديد الثلاثي. اقلهم اقل منه شويه الميركري الثنائي، اقل منه الزنك، اقل منه الكالسيوم، اقل منه ايه المغنيسيوم. واكشولي لو احنا بصينا على الترتيب بتاعهم بلاقي الحديد الثلاثي احسن من الايه من الميركري الثنائي، احسن من الزنك، احسن من الحديد الثنائي، احسن من الكالسيوم الثنائي، احسن من المغنيسيوم الثنائي. تمام. وبالتالي accordingly the titration of iron 3 with edita is more feasible than that of iron A of iron 2. تمام. يبقى تعيين الحديد الثلاثي بالنسبة مع باستخدام الإيديتا كتيتريتنج ايجنت او كريتنج ايجنت احسن من مين؟ احسن من الحديد الثنائي لانه اعلى منه ايه في اعلى منه بمراحل يعني. تمام. accordingly the titration of iron 3 الحديد الثلاثي with edita is more feasible than that of A of iron 2. وبالتالي the analysis of Fe2 اللي هو الحديد الثنائي is more preferred to be oxidized. الأول أعمل لها أكسدة أحولها من حديد ثنائي إلى حديد ثلاثي وبعدين أعين كل إيه كل الحديد الثلاثي اللي موجود في الميديا. تاني effect اللي هو ال pH. The effect of pH. Consider the effect of pH on titration curve of calcium. هنجرب ايه على الكالسيوم ايه against it. طب ونشوف ال pH هيحصل فيها ايه. تغيير ال pH يعني. فلقينا عند ال pH 6 بعدين 8 بعدين 10 بعدين 12. كل ما زادت ال pH كل ما كان المنحنى ايه؟ المنحنى اكثر وضوحا. كل في الاتجاه ده better curve. بيتر كيرف تايتريشن كيرف لان انا اقدر ايه هقدر اعرف فين بالظبط النقطه الايكوفالنس بوينت اقدر احددها بوضوح يعني. وكمان المنحنى ما فيهوش ايه ما فيهوش اعوجاج او ميل كتير يعني. تمام. طيب ده معناه ايه لما يديني كده بيتر كيرف؟ معناه انه الاستابيليتي بتاعه الكومبلكس عند البي اتش 12 احسن من 10 احسن من 8 احسن من ايه من 6. تمام. يبقى اذا البي اتش از افكتد باي أو is affecting على إيه؟ على الاستابيليتي بتاعة الكومبلكس اللي بيتكون عندنا. When the end point becomes sharper as pH increase، كل ما كانت ال pH إيه؟ بتزيد، كل ما هتكون ال end point أكثر وضوحًا. Because the complex formation reaction is more complete، لأن التفاعل بيتم إيه؟ بشكل كامل. The large increase of pKa at higher pH because Kf is large in a solution of low protons. كمية البروتونز قليلة. pH أكتر من 12 is avoided. طب إيه المشكلة؟ ما أنا كل ما بزود ال pH هي بيحصل إيه؟ بيحصل إنه المنحنى بيبقى أكثر وضوحا. قال لي لأ، لما تعدي ال 12 بقى هيحصل إيه؟ هيحصل إن الهيدروكسيد هيبقى هو الأكثر تواجدا فيتفاعل الكالسيوم مع الهيدروكسيد ويديني ايه كالسيوم هيدروكسيد، ما بيديش ايه نو كومبلكس فورم او على الاقل ايه جزء من الماده مش هتبقى ايه مش هتبقى كومبلكس. بالتالي غيرت الاتجاه يعني ما حصلتش على الراسب اللي انا عايزاه او على النتيجه اللي انا عايزاها، وده بيكون راسب بالمناسبه الكالسيوم ايه الكالسيوم هيدروكسيد. تمام. يبقى اذا انا بزود البي اتش لحد ما اوصل ل 12، لو زودنا عن ال 12 هيكون حاجه مش كويسه لان مش هيتكون اصلا يعني احنا بنقول عايزين الاستابيليتي بتاعت الكومبلكس، فالكومبلكس مش هيتكون اصلا بعد ايه؟ عند بي اتش اكتر من 12 لانه اللي هيتكون عندي فعليا هو الكالسيوم هيدروكسيد، مش هيدي فرصه للايديتا انها تشتغل ولا هيدي فرصه للكالسيوم ان هو يتحد ايه؟ يتحد معاه.
تمام. الانديكيتور في الكومبلكس متريك تايتريشن، ايه الانديكيتور اللي انا بستخدمها؟ اول نوع من الانديكيتورز اللي هي الميتالوكروميك انديكيتور. ميتالوكروميك ايه انديكيتور؟ ايه الميتالوكروميك انديكيتور؟ هي اورجانيك داي ويز اسيد بيز انديكيتور بروبرتي، نفس الخواص بتاعت الاسيد بيز انديكيتور، اللي هي ايه؟ اللي هي حسب الوسط البروتونز، او في بروتون زياده او في بروتون ايه اقل، فهيغير الاتجاه بتاع التأين للايه؟ للانديكيتور. contain chelating group، محتوي على جروب تعمل chelation attached to conjugate system responsible for the color، يبقى هي فيها كمان ايه؟ جزء هتعمل بيه chelation مع الميتال. كويس. ال requirement it must be different in color between the free indicator and the metal indicator complex. طيب الميتال انديكيتور كومبلكس must be less stable عن الميتال ايديتا ايه كومبلكس. يعني هنا المقصود بالميتالوكروميك انديكيتور ان هو انديكيتور هيتحد مع الميتال. كويس. الايديتا هتنزل تتفاعل مع الميتال، تبتدي تسحب في الميتال، تسحب في الميتال لحد ما تديني ايه؟ الميتال ايديتا، ويبقى الانديكيتور ايه؟ فري. يبقى هنا له كولر وهنا another color. طيب احنا قايلين الاول ايه؟ ان الانديكيتور ده عباره عن ايه؟ داي اورجانيك داي ويز اسيد بيز انديكيتور بروبرتيز. يعني ايه؟ الانديكيتور بيبقى له color في الاسيديك ميديا يختلف عن الكولر بتاعه فين؟ في البيزك ميديا. تمام. شرط بقى هنا ايه، او حاجة مهمة جدا، ان ارتباط الميتال مع الانديكيتور لازم يكون اضعف من ارتباط ايه الميتال مع الاديت عشان يقدر يحل محلها يعني. طيب الطريقة الاساسية او الثيري بتاعت الاكشن بتاع الميتال انديكيتور هي ان الميتال هيتحد مع الانديكيتور. الانديكيتور هنا له كولر هيتحد مع الميتال، والميتال هيديني ايه؟ هيديني كومبلكس جديد اللي هو الميتال انديكيتور، وده هيديني لون ايه مختلف، وده كلر ايه؟ كلر بي، زائد جزء من الميتال هيفضل هو الانديكيتور. احنا بنحط كميه قليله من الانديكيتور علشان يبقى اللون واضح، وهيبقى في عندي جزء من الانديكيتور ايه؟ فري. خلاص. اثناء التايتريشن الاديت هتتفاعل مع الفري ميتال عشان تديني ميتال اديت. كويس. عند الاند بوينت، لحد دلوقتي احنا ما بنجيناش ناحيه الميتال انديكيتور، عند الاند بوينت هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاديتا هتتفاعل مع الميتال انديكيتور. يعني اول نقطه هنزلها من الاديتا، خلاص الميتال فري خلص، يبقى اول نقطه هتنزل هتدور على الميتال المرتبط. الميتال المرتبط عامل لون مع الانديكيتور، هيسيب الانديكيتور ويرتبط مع الاديتا، ويفضل الانديكيتور ايه؟ فري، فهيديني الكالر اللي هو الايه بتاع الفري انديكيتور اللي هو الكالر ايه. تمام. اظن هنا الميكانيزم بتاع الانديكيتور او الاكشن بتاع الانديكيتور هنا ايه؟ ايزي، مفهوش مشكله. خلاص. يبقى اللي بيحصل الاول ان الميتال بيتحد مع الانديكيتور، جزء منه يعني بيتحد مع الانديكيتور، وجزء بيفضل فري. الجزء الفري ده هو اللي انا بعمل له تايتريشن قصاد الاديت. اول نقطه زياده بعد التعادل، بعد ما يتكافئوا مع بعض، اول نقطه زياده هتيجي تعمل ايه؟ هتكسر الرابطه ما بين الميتال والانديكيتور. الميتال مع الانديكيتور له كولر، الانديكيتور لوحده هيبقى له انذر كولر. امثله على الميتالوكروم انديكيتورز اللي هو مين؟ اللي هو الاريوكروم بلاك تي انديكيتور اللي بنسميه اي بي تي او اريو تي، او السولوكروم بلاك تي انديكيتور. الاي بي تي او الاريو تي از تراي بيزك اسيد. تراي بيزك اسيد يعني ايه؟ يعني عنده 3 بروتون، يبقى معناها ما دام عنده 3 بروتون التأين بتاعه هيبقى مرحلي. كويس. معناه انه هيتأثر بشكل كبير جدا مع ايه؟ مع ال pH. فلو كان الوسط بتاعنا اسيدك يعني ال pH اقل من 7 بيكون الكالر بتاعه ريد. اذا كان الوسط بتاعنا ال pH بتاعته ما بين 7 الى 11 فبيديني اللون البلو، بيكون ionized form. completely ionized لما تكون ال pH أكبر من 11 وبيديني لون أورنج، وده هنا بيميزه يعني التراي بيزك
انديكيتور ده بيدي 3 بروتون على 3 ايه 3 مراحل او 3 حالات، يعني عنده 3 الوان في 3 حالات مختلفه. اول حاله بيكون اسيدك فورم، خلاص مفيش ولا بروتون طلع منه، وده بيكون لونه راد وبتكون البي اتش اقل من 7. بعد كده ممكن يخرج منه بروتونز فبيديني ما بين 7 وال11 يديني لون البلو، لكن اكبر من 11 بيديني ايه الاورنج. تمام، يبقى اذا هو متاثر بمين يا جماعه؟ اتفقنا متاثر بايه؟ بالوسط بتاعه. The color of the free indicator depend on the pH. صح. The metal complexes of EBT اللي هو الايه؟ اللي هو الاريو تي انديكيتور، اللي هو الميتال EBT are generally red. لونه ايه؟ ليه لونه احمر في الحالة دي؟ اللون الاحمر اللي هو مش متأين خالص. خلاص. Thus for metal ion detection it is necessary to adjust the pH in the range من 7 إلى 11. يبقى أنا عشان أشتغل بالـ EBT ده أو الـ RUT لازم الـ pH تكون من 7 إلى إيه؟ إلى 11 عشان يديني اللون البلو. طيب. So the blue form اللي هو بتاعتنا الحالة بتاعت الـ HIN-2 دي predominant to obtain observable color change عشان أشوف التغير في اللون بقى من اللون اللي هو البلو إلى اللون إيه؟ الريد. تمام؟ او من الريد للبلو بمعنى صح، يعني من الريد اللي هو ايه الريد ده اللي هو عباره عن ايه الميتال مرتبط مع الاريو تي او الاي بي تي. البلو هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاي بي تي لوحده بس ان بي من كام؟ من 7 الى 11. تمام. اي بي تي can be used in titration for calcium ومغنيسيوم زنك مانجانيز وكادميوم كلهم تكافؤ ايه؟ تكافؤ ثنائي. طيب امتى بقى ما اقدرش استخدم الاي بي تي او الاي يو تي؟ cannot be used in titration of cobalt الثنائي، النيكل الثنائي، كوبر، المنيوم، الميركوري، السيلفر. تمام. ليه بقى؟ لانه هو بيكون ستيبل كليت. الاريو تي لو لقى الكوبالت او النيكل او الكوبر او الالومنيوم او السيلفر هيعمل معاهم ايه؟ مور ستيبل كليت عن تكوينهم مع الاديت. تمام؟ يعني الاستابيليتي بتاعت الميتال اي بي تي اكتر من الاستابيليتي بتاعت الميتال اديت، هيبقى ما ينفعش لانه كده الاديت مش هتقدر تفكهم ايه؟ تفكهم عن بعض. تمام؟ وبالتالي مش هقدر اخد الاي بي تي دوت فري، وبالتالي مش هيتغير اللون. طيب في حالة الحديد الثلاثي والسيريوم الرباعي ليه ما ينفعش استخدم الـ RUT؟ لأن في الحالة دول بيقدروا يأكسدوا الـ ABT بيأكسدوا. يبقى الحديد الثلاثي والسيريوم الرباعي عوامل مؤكسدة، فبتعمل إيه مع الإنديكيتور؟ بتأكسده، فبالتالي مش هيفضل محتفظ بنفس الصورة. التن والتيتانيوم الثنائي reducing agent هتختزل، يعني هو قابل للأكسدة أو للاختزال، فمش هينفع استخدم معاه عامل مؤكسد قوي زي دول ولا عامل مختزل قوي زي دول. لكن اقدر اعين بي ايه؟ اعين بي الحالات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، لكن ما اقدرش اعين بي لا كوبالت ولا نيكل ولا كوبر ولا الومنيوم ولا ايه ولا ميركل. تمام. طب ليه ما بقدرش اعينه لو حتى انا ما افتكرتش ايه الميتالز اللي ما بيقدرش يعينها؟ لكن على الاقل ابقى عارفه السبب. السبب ان هو ايه؟ بيكون ستيبل كومبلكس مع الميتالز. اذا في ميتال بيكون مع ستيبل كومبلكس يبقى مش هينفع الاديتا ايه تحل محله، وبالتالي ايه لو هو بيكون مور ستيبل يعني عن الميتال مع الاديتا، وبالتالي لن يصلح للاستخدام، فلازم ادور على انديكيتور تاني. ناخد المثال كده the use of EBT in the determination of magnesium at pH 10. عند pH 10 يعني الوسط ايه؟ الوسط basic. طب والindicator هيبقى لونه ايه؟ ما هو ال 10 دي يعني من 7 الى 11 يعني لون البلو. تمام؟ طيب before titration indicator هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مرتبط، هيبقى لونه بلو. خلاص بدأنا ايه؟ نزلنا عليه المغنيسيوم، فالمغنيسيوم اتحد معاه اداني اللون الريد او الواين ريد، زائد فري من الميتال ايون زائد بروتونز اهي اللي طلعت منين؟ من هنا من التأيون يعني.
كويس. طب اثناء التايتريشن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل الانديكيتور زي ما هو مع نفسه، والمغنيزيوم الفري مغنيزيوم مع مين؟ هيتحد مع الإيديت، كويس؟ هيتحد مع الإيديت ويديني المغنيزيوم إيديت زائد إيه؟ زائد 2 بروتونز، كويس؟ نيجي بقى عند الإند بوينت هيحصل إيه؟ خلص المغنيزيوم، خلاص الفري، يبقى فاضل عنده إيه؟ الإيديت هتدور على إيه؟ هتدور على أي مغنيزيوم في الوسط، فلقيت المغنيزيوم مرتبط مع الإنديكيتور، هتبتدي تحل محل الإيه؟ الإنديكيتور وتديني لون تاني اللي هو المغنيزيوم إيديت. ويطلع الانديكيتور عندي اللي هو الفري انديكيتور باللون ايه؟ باللون البلو، تمام؟ كلمة جايد انديكيتور ده انديكيتور تاني مور ستيبل عن الاي بي تي ان ايكوال سوليوشن، وممكن استخدمه في التايتريشن بتاعت الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والباريوم. الميروكسايد من اشهر الانديكيتورز اللي بتستخدم لتعيين الكالسيوم، تمام؟ حتى في وجود ايه؟ في وجود المغنيسيوم، فهي سيلكتيف. الميروكسايد بيخلي بيعمل سيلكتيفيتي. والبي اتش اللي بنستخدمها او بنشتغل عندها اللي هي البي اتش بتساوي 12، فعند البي اتش 12 باستخدام الميروكسايد اقدر اعين الكالسيوم برغم وجود ايه؟ المغنيسيوم. لكن عند البي اتش 10 باستخدام الايديتا والاريوتي انديكيتور هيطلع ايه؟ الكالسيوم والمغنيسيوم مش هيميزهم، الايديت هتنزل تتفاعل مع ايه؟ مع الاثنين، كويس. انما لو غيرنا زي ما قلنا الانديكيتور الى الميروكسايد انديكيتور عند بي اتش 12 ينفع يعين مين؟ الكالسيوم، حتى لو كان المغنيسيوم موجود. ليه؟ لانه الكالسيوم مع الميروكسايد بيديني كومبلكس، والمغنيسيوم مع الميروكسايد برضو بيدي كومبلكس، لكن الكالسيوم مع الميروكسايد ممكن يتفك الارتباط بتأثير الإيديت. الإيديت تنزل تقدر تكسر الرابطة دي، لكن مش هتقدر تكسر الرابطة دي، وبالتالي تقدر تعين الكالسيوم لكن ما تقدرش تعين مين؟ المغنيسيوم. والـ pH 12 أنسب لمين؟ أنسب للكالسيوم في وجود المغنيسيوم. الميروكسايد form red chelate with calcium and yellow chelate with nickel أو copper أو cobalt أو إيه؟ أو cerium. زي اللي نول اورنج برضو ده بيستخدم كانديكيتور. البان انديكيتور بيستخدم لتعيين الكوبر بالذات، ومميز قوي للكوبر يعني وغيره. هنا ده جدول بيجمع لي بعض الانديكيتورز، يهمنا بس نعرف اكثرهم شهرة اللي هو الاي بي تي او اللي هو الاري تي انديكيتور، كويس. بيستخدم لتعيين المغنيسيوم، كالسيوم، منجنيز، زنك، بلد، كادميوم، باريوم. كده معناه ايه؟ معناه ان انا اقدر استخدمه لتعيين اي واحد فيهم لو كان لوحده، لكن لو كانوا كلهم مع بعض مش هقدر اعين كل واحد على حده، هيتعينوا كلهم مع بعض كانهم باكت واحده. الكلمه جايد بتغير لونه من عند بي اتش من 9 الى 11 من الريد الى البلو برضو، وده بيستخدم لتعيين الباريوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. معناه لو انا عندي كادميوم مثلا في الوسط، لا مش هيتعين الكادميوم لكن هيعين الباريوم، كالسيوم، ايه، مغنيسيوم وزنك. طب الميروكسايد ال pH الرينج بتاعه من 6 إلى 13، يتغير لونه من الريد إلى البلو لتعيين الكالسيوم، خلاص، أو من اليلو للبلو فايولت لتعيين النيكل والكوبر، تمام. يبقى الميروكسايد هنا أهو ممكن أقسمه إلى جزئين، تمام. معناها ايه؟ معناها من 6 ل 13 ديت لو انا عندي كالسيوم ومغنيسيوم هيعين الكالسيوم بس، معايا كالسيوم وزنك هيعين الكالسيوم بس، كالسيوم ومنجنيز هيعين الكالسيوم، ايه، هيعين الكالسيوم بس، تمام. يتغير لونه من اليلو للبلو لو انا مستخدمه نيكل او كوبر، لان دول اصلا محاليل ملونه. زي لينول فينول اورنج والبان انديكيتور بيستخدموا لتعيين بعض الميتال ايونز عند بي اتش اي مختلف. يعني مش بنحفظ طبعا كل ده يعني، بس هي كنا نعرف الاريوتي لان هو اكثرهم شهره. الميروكسايد برضو ايه من الحاجات المشهوره يعني.